صباح الخير لكل المشاهدين. مع يوم جديد عم بيرجع يطلع علينا طبعا صبحية يوم الجمعة، صبحية الأقرب من نهاية الأسبوع، عطلة الأسبوع اللي بلشت عند البعض أو هيك على مشروفة إنها تبلش عند البعض الثاني، على أمل هيك تكون حاملة كل الإيجابيات وكل الأمور اللي عبالنا نعملها بهذا الويكند، نكون قادرين نعملها لحتى من جديد ننطلق لأسبوع يكون في كتير من الزخم النشاط والحيوية. أيضا اليوم حبيت أنا وياكم أتشارك بخبر فعلا هذا الخبر ملفت، وهو عن تسليم الفنان اللبناني الممثل المبدع عمر مئاتي لمكتبة والده. طبعا هذه المكتبة اللي فيها مجموعة كبيرة من الأعمال، طبعا والده نزار مئاتي أحد كبار الممثلين الإذاعيين وأيضا الكتاب اللبنانيين، سلم هذه المكتبة كلها اللي هي بتحوي لليوم على 800 كتاب أو بالأحرى 800 قطعة موزعين بين كتب وبين خلينا نقول أفلام وأيضا بعض الأعمال الصوتية اللي كانوا موجودين بمكتبة نزار مئاتي، واللي هني فعلا عبارة عن مكتبة ثقافية فنية تمثيلية بامتياز، بتحتوي أيضا على مجموعة من كتب الراحل نزار مئاتي. سلم هذه المكتبة كلها للراهبة ناي خوري. طبعا ناي خوري هي راهبة بسيدة النجاة بحبوب جبال من الرهبنة اللبنانية المارونية، وتحديدا سلمهم لهذه الراهبة لأنه عم تدرس عندها دراسة بمرحلة الماجستير حول موضوع حول الأعمال الفنية وعلاقتها بالشق الإنساني، بالإضافة إلى أنه أيضا بالدار اللي بينتموا لألون في مزار فريد من نوعه وحيد بكل لبنان بيحمل عنوان مزار أم المبدعين والفنانين والإعلاميين. أيضا طبعا عمر مئاتي كان بخطوة جدا ملفتة وجدا جريئة بتسليم مكتبة والده، بيقول خلال التسليم أنه مين أفضل من الرهبانيات اللبنانية لحتى تحفظ الإرث الثقافي الفني للكبار مثل والده. اللي ما بيعرفوا نزار مئاتي هو ابن شمال تحديدا وابن عاصمة شمال طرابلس، من مواليد 1920، كان من اول الناس اللي تخصصوا بالمسرح مش بس بلبنان انما ايضا بالوطن العربي، شغل اكثر من منصب خلال حياته، اهم طبعا كان مدير للإذاعة اللبنانية واسس المسرح الوطني برفقة الراحل شوشو، عنده مجموعة كبيرة من الاعمال يمكن ابرزها مريض بالوهم، الدكتور شوشو والعصافير، حياة الجيران وحب تحت الجسر، وكثير من الأعمال الخالدة بتاريخ وذكرى الدراما اللبنانية، المسرح اللبناني وأيضا الإذاعة اللبنانية، لأنه هو من أشهر من كتب للإذاعة اللبنانية. اليوم كل هيدي المكتبة، كل هيدا الإرث الثقافي الإبداعي الفني موجود بجبال عند الرهبنة عند الرهبات المارونيات اللبنانيات. شكرا لعمر مئاتي على هيدي اللفتة المميزة، لأنه اليوم هيدي المكتبة أيضا رح تكون مفتوحة قدام الجميع، قدام كل حدا عباله يطلع على هيدا الإرث الثقافي اللي بشكل أرشيف لمرحلة تاريخية كبيرة من تاريخ لبنان الغني اللي كان فيه إبداع واللي كان فيه أيضا إنتاج لمجموعة من هيدي الأعمال. شكرا لعمر وشكرا للرهبنة اللي رح تحفظ هيدا الأرشيف رح تخليه بمتناول الجميع، على أمل دايما يكون عندنا مبدعين، على أمل دايما يكون عندنا هيك أخبار من هيدا النوع، إذا بدنا نقول تفتح القلب لأنه في حدا بعده عم بفكر بهيدا النوع من الناس، بهيدا النوع من المبدعين تحديدا. نحن وياكم اليوم رح نترافق بمجموعة من الفقرات من خلالها نستضيف أيضا مجموعة من الضيوف اللي لنتناول نحن وياهم مجموعة من المواضيع المتنوعة، رح نتعرف أكثر على كل هذه التفاصيل مع زميلي شادي. صباح الخير شادي. جو صباح الخير لك ولكل المشاهدين يلي عم ترافقوا معنا بهالحلقة، مثل ما ذكرت حلقة غنية ومنوعة بموضوعاتها بتزوفها وبفقراتها. مشاهدينا لليوم نحن وياكم بنبدأ مع دانسينج فيتنس مع إليانا، من بعدها بنكون مع فقرة محطة ثابتة بحلقتنا وببرنامجنا لحتى نكون كل نهار جمعة عم نكون أبديتد مع أخبار السينما اللبنانية، يعني الأفلام الانترناشنال والأفلام اللبنانية اللي عم بتم عرضهم بصالتنا المحلية. جوزيف صباح الخير. بونجور شادي وبونجور كمان لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. شو أخبارك؟ ماشي الحال، أنت كيف؟ وشو أخبار السينما؟ والله تمام السينما، وخاصة السينما اللبنانية، يعني مثل ما شفنا الأسبوع الماضي نزل فيلم لأني بحبك، كمان رح ينزل الأسبوع الجاي يلا عقبالكم، وكمان بشهر كانون عنا فيلم ولعاني، يعني في عنا يعني عن جد ولعاني بالسينما اللبنانية والإنتاج اللبناني، وهذا شيء كتير حلو. صحيح، يعني كلنا ناطرين يلا عقبالكم إخراج شادي حنا اللي الافتتاح تبعه نهار التنين وكل الأفلام اللبنانية، لأن في غزارة مؤخرا. على كل حال كل التفاصيل معك بعد شوي ضمن فقرة سينما جوزيف. منتابع كمان حتى نتوقف عند مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي، السيد ماركو هيبي بينضم لزميلتي رنا لحتى يحكوا شوي عن أحوال الطقس لهذا الويكند لكم اليوم
القادمين لنشوف إذا في أمطار رح تهطل أو لا. الجواب بعد شوي، خليكن معنا. كمان منتابع بفقراتنا الحوارية. أولى ضيفتنا دكتور مي عبدالله، متخصصة بعلوم الإعلام والاتصال، بتحكي عن مؤتمر جديد بالأردن، كل تفاصيله مع زميل جو بهيدا اللقاء. من بعدها ساين إن مع شادي خلف وريتا أصاف حتى نعمل لوج إن معهم على كل شيء فريش يونغ أبديتد، حتى يخبرونا شو في مستجدات بعالم الانترنت وكل شيء عم بيصير حوالينا. كمان منتابع حواراتنا وضيفنا ضمن فقرة فنون موسيقية هو الملحن عادل عراقي، هيتس عديدين إن كان للفنان وائل كفوري، لفنانين عديدين رح نحكي عنهم، ورح نحكي عن أغنيته الخاصة الجديدة أيضا، ونعمل هيك ميوزك هيستوري معه على تاريخه الفني. منتابع كمان فقرة زاست، والمطبخ له حصة معنا ببرنامجنا مع شيف نادين أسيس، واليوم محضرة قرع بحشية البرغل. كيف؟ أكيد على طريقة شيف سوبر يامي مثل العادة، مثل ما عودتنا. حضروا حالكم لهيدي الفقرة. وبختام الحلقة بنحكي كمان تاريخ مع بروفيسور كريستيان حلو، موضوع جديد واليوم عن مسببات الحرب العالمية الأولى. هيدي حلقة غنية بموضوعاتها، حلقة متنوعة بضيف لألنا ولألكن مشاهدينا. بداية رياضية دانسينج فتنس، إليانا بورجيلي. مرحبا مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دانس فتنس. صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالرياضه الصباحيه مع شويه نشاط. هلا رح ننتقل الى فقره ميتيو لنشوف كيف رح يكون الطقس بالويكند. صباح الخير استاذ ماركو هيبي، رئيس مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي، اهلا وسهلا فيك. صباح النور. كيفك اليوم؟ نشاط هيك حمستنا إليانا شوي ببدايه الحلقه. بعض الحيويه على بكره. ان شاء الله الطقس يكون حيوي هالويك اند. كيف الوضع؟ الحراره؟ اذا في امطار؟ كل العالم ناطره تعرف، رح نشوف كل التفاصيل معك، تفضل. هلا للاسف ما رح يكون في امطار. نعم. بس في مجال للحيويه لانه رح يكون طقسنا مشمس. نعم. سما زرقاء، الرطوبة واطية، وبالتالي أي نشاط جسدي ممكن ينعمل بالطبيعة رح يكون الظروف كتير مؤاتية له. نعم. هيدا لبنان. رح نبلش بأنه نضل على موقع لبنان. نعم. فإذا هيدا لبنان منشوف أنه الكتل الهوائية الباردة والمنخفضات الجوية بعيدة عنا، موجودة شرقا. نعم. وبالتالي هيدا بيعني أنه رح يكون عنا طقس إجمالا حلو بالمفهوم العام. يعني رح تكون سما صافية، رطوبة منخفضة، طقس كتير ملائم ومريح، يعني الناس فيها تتنقل، ما بتحس بشوب ولا بتحس بالبرد القوي. باستثناء الليل ما نوصل للشتاء يستفيدوا بعض من بعض المشاريع. صح. باستثناء الليل، خلال الليل عم بيكون بعد في عنا شوي سقعة خاصة. نعم. بالمناطق الجبلية. نعم. رح ننتقل للصورة اللي بعدها. كمان رح نشوف انه ما رح يتغير كتير الوضع، باقيين بمنطقة محررة من اي شيء له علاقة بالبرودة او المنخفضات الجوية. نعم. وهذا كان رح يرافقنا جمعة سبت، ورح نشوف بعض الصور التالية انه كمان حتى ليوم الأحد ويمكن التنين كمان ما في عنا شيء يذكر، بعدهم بعاد طقسنا مستقر بالضبط، اتجهوا شرقا ورح يضلوا باتجاه الشرق. اوكي. فلا تغيير من هلا لمنتصف الأسبوع القادم. نعم. كحد كأقل فترة. نعم. أما بالنسبة للرطوبة، امبارح لاحظنا كان في عنا بعض زيول لبعض الغيوم يلي هي بتتمثل بهاللون الزهري. نعم. هيدا يوم الخميس كان في عنا بعض الغيوم، شوية رطوبة موجودة بالأجواء. ومنشوف كيف اعتبارا من يوم الجمعة كل هالرطوبة بتختفي وبصير عنا فعلا رطوبة منخفضة حوالي 30-40% الرطوبة. نعم. وهيدا عم بيكون مترافق مع رياح اتجاهها رح يكون شمالي، بين شمالي شرقي وشمالي غربي، وهي اجمالا رياح جافه بتجي ناشفه، ما فيها مي، ما فيها رطوبه. وهذا يلي رح يترجم على الارض بهالطقس الحلو والمشمس. نعم. على صعيد درجات الحراره، يومي الخميس وصباح الجمعه كان عندنا درجات حراره نسبيا بارده،
يعني بالمناطق الجبلية كانت عم تتراوح بين 3 درجات بالحد الأدنى و 9 درجات بالحد الأقصى. نعم. بينما الساحل كان عم يتراوح بين 15 و 22. الحرارة هي مرجحة ترتفع باليومين القادمين. نعم. فيوم الجمعة على الساحل بترتفع لتتراوح بين 15 و 25. نعم. بتستمر بارتفاعها شوي كمان يوم السبت، والأحد عنا نوع من الاستقرار. نعم. أما المناطق الجبلية فبتوصل بحدودها القصوى خلال أيام السبت والأحد إلى حوالي 14 أو 15 درجة كحد أقصى. برودة يعني صارت الوضع نسبياً بس. أكيد. والبرودة أكثر بالليل، يعني 6 درجات على المناطق الجبلية برد. برد صح. بس هون عم نحكي مستوى مرتفع من 1005 إلى 2000 متر. نعم. يعني تقريباً حوالي مناطق الأرز. نعم. رح ننتقل فهي على صعيد الحرارة. رح ننتقل هلأ لنشوف هلأ البحر. البحر رح نشوف البحر. موج البحر إجمالا عم بيكون منخفض، اللون الأصفر هي أمواج ارتفاعها دون النص متر. نعم. اللون البرتقالي هي الأمواج اللي ارتفاعها حوالي متر وربع. نعم. فمنشوف أنه عفواً الأخضر هو المتر وربع. فنحن عنا بين الأصفر والبرتقالي، يعني كله عم بيكون دون المتر وربع. نعم. يلي هي إجمالاً أمواج صغيرة ما بتشكل خطورة. لأنه ما عنا كتير رياح كمان ولا. لأنه رياح خفيفة. لأنه رياح وأكثر كمان لأنه رياح رح تكون شمالية شمالية شرقية. نعم. فهيدا ليوم السبت. ويوم الأحد رح نشوف إنه الوضع كمان ما بيتغير كتير. شواطئنا باقي فيها ارتفاع الموج خفيف. الموج بيرتفع شوي أكثر إذا منروح بالعمق. من بعد شوي بقلب البحر. نعم. فالناس يلي ممكن تروح بزوارقها وتغمق بالبحر أفضل. يعني مش أفضل، لا بيقدروا يروحوا، بس إنه في عندهم شوية أمواج. أوكي. كمان مرة الأمواج ضمن المتر متر وربع ما بتشكل خطورة على الملاحة البحرية. نعم. يعني بعدها أمواج نسبياً كتير مقبولة. نعم. رح ننتقل بعد لنشوف تفاصيل أكثر عن طقسنا مبدئياً بالويكند. هولي هن لكينا كل الظروف انشرحت، طقس كتير ملائم لأي نشاط برا. للأسف ما راح نشوف كتير أمطار، طقسنا بالعكس عم بيكون صافي. العالم ناطرة صارت الأمطار، يعني تعرف هالفترة صرنا ننطر. صح. بما أنه جاي الميلاد بنحب نشوف شوية تلج كمان بهالفترة. ممكن يعني عنا بعد ممكن. احتمال بعد في شهر لعيد الميلاد. كل شيء ممكن خلال هيدا الشهر. نعم. وهون معلي بحب وجه يعني هلأ في عنا إطلالة كل الناس راح تشوفها، أنه على الواتساب في عنا مسج عم يتناقل. نعم. حول العاصفة مروش. نعم. واصلة وحاملة ثلوج وبرد وأمطار وأمواج بحر عاتية وما بعرف. مش مزبوط هذا كله. هيدا كله مش مزبوط. هيدا معلومة خاطئة. تعودوا العالم أحدهم يعني. بحب يبعتها. هاي السنة الثالثة يلي بتشرفنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نفس الناس بيبعتولنا إياه كل أول سنة، ما بعرف ليه عندهم هالهواية. بس بطمن الكل. نعم. كله كلام ما منه إفادة ولا في شيء من الصحة. على كل حال خليهم عم بيتابعوا كل نهار جمعة فقرة متاوبي صباح لبنان، ساعتها بيعرفوا المعلومات الصحيحة كمان. من خلالكم من المصدر مباشرة. أنا بدي أشكرك أستاذ ماركو هيبي وبدي أتمنى لك ويكند حلو. ثانك يو. لا شكرا. شكرا. مشاهدينا رح ننتقل هلأ إلى فقرة السينما مع جوزيف إبراهيم لنشوف شو هني أبرز الأفلام الموجودين بالصلاة اللبنانية. جديد وأفلام جديدة كمان نازلة بالصلاة اللبنانية. رح نعمل جولة سريعة بفقرة شوينج ناو. رح نبلش بأول فيلم اللي هو فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them. Fantastic Beasts and Where to Find Them هو فيلم إنتاجه كتير ضخم وكمان كتير عالم ناطرته، خاصة أنه هو بيحكي بعالم هاري بوتر. هذا الفيلم بيحكي قصة نيوت سكاماندر اللي بيخدنا على 1926. نيوت بيكون هو عالم وباحث وكمان كاتب برم الدنيا كرمال يجمع مخلوقات ويدرسهم. أكيد نيوت مجمع هول المخلوقات بكيس صغيرة، ولكن هيدي الكيس بتنفتح بالغلط بنيويورك بعالم منه أبداً متقبل السحرة. بيفلتوا هول البيس هول الوحوش، وبيصير نيوت بده يجمع فريق تيرجع يلقطهم واحد واحد تما يعرض عالم السحرة ولا عالم كمان العالم الطبيعي إلى أي خطر. Fantastic Beasts and Where to Find Them فينا نحضره بتقنية 3D، نزل مبارح بالصلاة اللبنانية. رح نتابع التريلر سوا ومنكمل. You've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York? Yes. Where is this man? Mm-hmm.
Fantastic Beasts and Where to Find Them مش بس بيدور بعالم هاري بوتر ولكن كمان بالأفلام اللي شفناها بسلسلة هاري بوتر بينذكر كتير اسمه لنيوت وكمان بعتقد هذا الفيلم رح يكون أول فيلم من سلسلة لمغامرات نيوت سكاماندر خاصة أنه كمان منشوف بالإخراج ديفيد ييتس اللي بيرجع لإخراج هذا الفيلم بعد ما كان اشتغل على 4 أفلام من أفلام هاري بوتر كمان جي كي رولينج اللي هي معروفة بكتابة هذه السلسلة وهذا الفيلم عن جديد كمان منشوف بدور البطولة أدي ريدمين اللي هو حائز على جائزة الأوسكار وشفنا أعمال كتير له أشهر The Theory of Everything بال 2014 وكمان The Danish Girl بال 2015 تاني فيلم رح نحكي عنه هو فيلم بيوغرافي A Street Cat Named Bob A Street Cat Named Bob هو أساساً بستسلر قصة كتبها جيمس برونن اللي هو كاتب قصته مع بوب اللي هو بسينة جيمس بيكون عايش حياة متشرد على الطريق كمان عم بيشتغل بدق على الجيتار كرمال يطلع مصاري ومدمن على المخدرات بيلاقي انه حياته عم تدهور خاصة انه كل رفقاته بعدوا عنه وصار عنده مشاكل مع اهله وبيقرر يزبطها ويمشي على الطريق المزبوط ولكن هذا الشيء مش سهل ولكن بيقدر جيمس يتعرف على بوب اللي هو بسينة بتجي على بيته لجيمس وبتقرر تضل معه أكيد جيمس بيلاقي بهيدا لبسان هيك نفحة أمل وبيقدر معه للبسان يزبط حياته ويرجع على الطريق المزبوط A Street Cat Named Bob هلأ بالصلاة اللبنانية رح نشوف التريلر ومنكمل سوا Every now and then one comes along and you just know they have it in them to be sober I used to smile and I used to dream I think this is his last shot I had high hopes about the man that I could be No word from your dad? I'm kind of solo Street Cat Named Bob من كتابة جيمس بوين اللي عم بيخبر قصته وكمان بيقول انه هو بيأمل انه هذا الفيلم يوصل مساج كتير كبير وشكر خاص كمان لكل العالم اللي كانوا حده وحد بوب كمان بالترانزيشن اللي عملوها وكمان من اخراج روجر سبيتسوود اللي شفناه بافلام كتير اكشن بالتحديد مثل 007 Tomorrow Never Dies بال 1997 وكمان The Sixth Day بال 2010 كمان منشوف لوك تريدواي اللي شفناه بأفلام مثل Clash of the Titans بال 2010 وكمان Unbroken بال 2014 وشفناه هلأ بدور جيمس بـ Street Cat Named Bob آخر فيلم رح نحكي عنه هو فيلم الأنيميشن كوميدي والأدفنشر اللي هو كيكوريكي Legend of the Golden Dragon كيكوريكي هو أساساً فيلم روسي دبلج وانعمل بالإنجليش كرمال كل العالم تقدر تحضره هذا الفيلم بيحكي قصة جزيرة اللي اسمها كيكوريكي وعايشين العالم فيها مبسوطين وكتير فرحانين إلى أن العالم اللي تبع هذه الجزيرة بيخترع آلة مثل هلمت اللي بيلبسها بيقدر ياخد مواهب الشخص اللي مقابله ولكن لما والي يجرب هيدي الخوزة بيلاقي حاله انه بدل اجسام معدودة فأكيد بيجمعوا جروب كتير كبير تيروحوا برات هيدي الجزيرة ويلاقوا حل لهيدي المشكلة كيكوريكي هلأ بالصلاة اللبنانية فيلم كتير حلو رح نشوف أجواءه بهذا التريلر كيكوريكي Legend of the Golden Dragon هو تاني جزء من سلسلة كيكوريكي اللي بلشت بال 2011 مع كيكوريكي Team Invincible وكمان من إخراج وكتابة دينيس تشيرنوف مثل ما سبق وذكرنا هو هيدا الفيلم أساساً إنتاج روسي وعملوه انترناشنال لما عملوه إنجليش بهيدا الفيلم نوصل لنهاية فقرتنا ولكن ما بدنا ننسى الأفلام اللي بعدها عم تنعرض بالصلاة اللبنانية منذكر منها Hacksaw Ridge كمان The Accountant وما بدنا ننسى الفيلم اللبناني لأني بحبك أنا بشوفكم جمعة الجاي باي باي مشاهدينا متابع نحن وياكم حلقتنا تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا صباح لبنان على تويتر انستغرام وكمان على فيسبوك وعبر الويب سايت www.teleliban.com.lb مثل العادة منتوقف عند ريبورت بحلقتنا لحتى نشوف شو عم يحصل حوالينا بالبلد هالمرة عقدت لجنة ون لبنان هالإيفنت يلي صار له 3 سنين والسنة هي الدورة الثالثة لإله يلي بضم عدد كبير من السيلبرتيز بغنوا لهدف إنساني وطني بحت كمان هيدي السنة بالنسخة الثالثة الإيفنت رح يصير قريبا جدا كل تفاصيل المؤتمر وإطلاق الدورة الثالثة من ون لبنان بهذا التقرير متابعوا سوا بالأحزان بالحياة
one voice, one heart, one hand, hand in hand. This is our call for one Lebanon. One Lebanon, منو حزب سياسي، بس نحن نتمنى إنه كل سياسي يكون one Lebanon. لأنه اليوم الشباب عايزين يطلعوا ويشوفوا ناس بيحبوا لبنان وعم بيسافروا للبنان. نحن حبينا هالسنة نوقف حد كل شخص عم يشتغل للبنان ونتشارك مع كل شخص عم يشتغل للبنان. وهالسنة لأول مرة أطلقنا سوا مبادرة سميناها One for One، لأنه أنتوا بركي ما بتعرفوا بس كل سنة جمعية One Lebanon بتعزم أكثر من 1000 ولد ما عندهم إمكانيات مادية يجوا يدفعوا تيحضروا الحفلة، فإحنا كجمعية بنتبنى حضورهم. هالسنة حبينا نتشارك هذه الشغلة معكم، مع كل الأشخاص اللي بيجوا بيحضروا الحفلة أو يلي منهم قادرين بس مؤمنين بهالرسالة. فمع مبادرة One for One مع وزارة التربية صار كل شخص بيقدر يعزم طفل ما عنده القدرات المالية إنه يقدر يحضر هالحفلة، فبيقدر يكون عم يشتري له بطاقة أو البريست One Lebanon يدخل على الحفلة، وبنفس الوقت عم يشتري واحدة تانية لهالأطفال. هالبريست أو هالبطاقات اللي عم تنشرها لهالأطفال رح تكون عم تتوزع من خلال وزارة التربية تنقدر نجتمع كلنا نحتفل كلنا بلبنان الواحد. وهذا بعتقد 25 رح نكون إن شاء الله عيد صحيح إلنا حق كلنا سوا هيك نعيد، وإلنا حق نعيد بعيد الاستقلال، إلنا حق نعيد بانتخاب رئيس، وإلنا حق نعيد، إلنا حق باستقرار سياسي واستقرار أمني، ويكون في حياة أمل عند الشباب اللي أنت وأمثالك خليتي حي. وقت طلب مني إني أنا أكون معكم عاد فكرت شوي شو بدي أقول شو بدي أعمل، لكن لما فتت وشفت هالشباب الأصوات اللي زقفت للناس وحبوها قلت لا لازم أقف مع هالجيل ونكون نحن تواصل بيننا وبينهم، لأنه نحن من غيرهم ما منكفي وهن بدأنا بكون في شيء ناقص. فأنا سعيد كون معكم من كل قلبي، وإن شاء الله كون بدايتي معكم لكل نجوم الباقيين اللي مفكرين حالهم أكبر من الوطن. ما في لا نجم ولا حدا أكبر من الوطن. حلو أن نجتمع ونعمل كونسير ونبسط نهار الكونسير وجمعتين قبل الكونسير وكل هولة، بس بعتقد أهم بعد أنه من بعد ما يخلص الكونسير لنا نضل عم نعيش ونبنه كل يوم، مش بس وقت نكون عم نعمل كونسير، مش بس وقت نكون عم نحضر له، مش بس وقت نكون مجتمعين هون سوا يكون الإعلام عم يصورنا. حلو وقت نكون إحنا لحالنا مع عائلتنا مع أصحابنا نكون ماشيين ونبنه وعم نساهم أنه نمشي ونبنه بحياتنا اليومية. لازم يكون كل سنة في One Lebanon، لأنه أنا بشوف حوالي أنه كل الشباب عم يختاروا الحب للوطن وأنه يحسوا حالهم متعلقين بوطنهم، يعني صاروا أنه بكل سهولة بيهاجروا بيفلوا. فلا أنه هذا الكونسير opportunity أنه نحن نجمع كل هالشباب وأنه بطريقة هينة أنه يكونوا عم بيغنوا ويسمعوا أغاني حلوة ويرقصوا ويقضي ليلة حلوة، وبذات الوقت أنه يحسوا حالهم أنه لبنانية عن جد ويكونوا عم بيشاركوا معنا كلنا. كثير مبسوط كون مع One Lebanon. نحن بالنهاية بنفرجي صورة حلوة عن لبنان، كلنا بعتقد عم نعمل هيك، إن كان أنتوني إن كان ماريتا إن كان عمر إن كان تانيا أكيد، وإن شاء الله كل لبنان يكون موجود بهالكونسير، لأنه بعتقد في بس One Lebanon والماراثون بيجمعوا كل اللبنانية بفرد النهار. أنا متأكد أنه رح تكون أحلى سنة بـ One Lebanon، لأنه نحن هاي السنة إن شاء الله رح يكون عنا جمهورية جديدة. بدي أقول شغلة ما حدا يمكن تذكر ينوه فيها، نحن كل قلب لبناني بدي أقول أنه عم يبكي على الراحل الكبير ملحم بركات. وبدي أقول له أنه نحن ماشيين بمسيرتك ومش رح نترك لبنان بحياتنا. One Lebanon هو الحقيقي يلي نحن بنعمله كل سنة، هاي الصورة هاي المزيك الحلوة يلي كل سنة منصر على أنه نعطيها، هاي اللوحة الحلوة هالفريدة بلبنان. لبنان هيدا اللي بيميزه أنه مزيك رائعة ما بتتفكر. صباح لبنان.
عن جديد مشاهدينا بحييكم لليوم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، لكل انضموا لنا ايضا بهيدي الاثناء برحب فيكم، على امل دائما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. مواضيع عديده ما زالت بانتظاركم لليوم، واولى لقاءاتنا الحواريه بتنطلق ضمن اجنده بعد لحظات. بأجندة لليوم نحن وياكم رح نروح إلى علوم الإعلام والاتصال، تحديدا مع مؤتمر رح ينعقد بعمان. هذا المؤتمر بيحمل عنوان التجربة الأكاديمية بعلوم الاتصال بالوطن العربي. لنعرف أكثر عن المؤتمر وتفاصيله ورشات العمل وأيضا المواضيع المعالجة، بسنة جدا نستضيف دكتور ماي العبدالله وهي باحثة بعلوم الإعلام والاتصال وأيضا أستاذة محاضرة بالجامعة اللبنانية ورئيسة الرابطة العربية للبحث العلمي. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. أيضا بترافقنا فادية مجاهد وهي عضو بالرابطة وأيضا أمينة سر المؤتمر. صباح الخير فادية وأهلا وسهلا فيكم دكتور. يعني لنبلش شوي إذا بدك بالمؤتمر اللي حكينا عنه بيحمل عنوان تجربة الأكاديمية بعلوم الاتصال بالوطن العربي، عم بتنظموا اليوم الرابطة العربية للبحث العلمي، من هي هيدي الرابطة دكتور؟ صباح الخير جو، صباح الخير مصبح على المشاهدين. نحن عندنا هلأ حاليا مؤتمر عم يتحضر، بهمني كتير الفت نظر أنه الرابطة تأسست بلبنان. هي إلى بعد بحثي إنمائي على صعيد الوطن العربي ككل، والمبادرة إجت من لبنان وتأسيسها صار بلبنان. وبلشت تمتد إلى كل الدول العربية تقريبا حاليا، وعندنا منسقين في كل الدول العربية حاليا عم بيشتغلوا معنا. الفكرة للرابطة هي أنه نعالج قضايا الإعلام والاتصال بالبحث العلمي، ونخلق فريق بحثي على صعيد الوطن العربي لنشوف شو النقاط المشتركة بيناتنا، شو مشاكلنا، هوجسنا المشتركة، لأنه بنعرف نحن مثلا اللي بيجمعنا بالوطن العربي غير اللغة العربية، أيضا اليوم حتى الإعلام العربي جمعنا، مشاكل الإعلام العربي جمعتنا. نعم، في مشاكل واحدة يمكن أو مشتركة بين كل الدول العربية بعالم الإعلام بالضبط. وبالأداء الإعلامي وبالعلاقة بدور الإعلام اللي لازم كيف يكون، وهيك بقى ضروري حان الوقت، لأنه نحن بتعرف مع التطور صار في شبكات عالمية اليوم كتير أجنبية بعلوم الاتصال. صحيح. فنحن أجتنا فكرة من سنتين، هلأ السنة الثالثة فيتين فيها، لأنه يكون عنا على صعيد العالم العربي شبكة دولية تعالج قضايا الإعلام والاتصال. نعم. من قبل الباحثين، شبكة علمية قصدنا طبعا. نعم. علمية بحثية. صحيح. بقى اجتمعوا مجموعة من الباحثين أنشأوا هاي الشبكة بلبنان، وهلأ الشبكة عم تمتد وعندها نشاطات عديدة خلال السنة. نعم فادي، قديش مهم يكون في عنا خلينا نقول هيئة أو رابط على البحث العلمي خاصة بعلوم الاتصال حتى تقدر هيدي العلوم تواكب خلينا نقول الفورة الكتير كبيرة اللي عم تشهدها هيدي العلوم بأوروبا وبأمريكا تحديدا، قديش مهم دور الرابطة بمواكبة خلينا نقول هذا الحراك الواسع جدا والسريع اللي عم بيصيب علوم الاتصال؟ هذه الرابطة صراحة هي ضروري كانت تنوجد عنا بلبنان وبالعالم العربي. أول شيء لحتى تلاقي كل هالباحثين العرب واللبنانية لنشر أبحاثهم، لحتى ننهض نحن بالمستوى الثقافي اللبناني والعربي بشكل عام. وهي كتير أساسية وضرورية لكتير من المراحل. نعم. يعني كان على الصعيد الجامعي، على الصعيد الباحثين، على صعيد الثقافة العامة بشكل عام. نعم. لكن على كل الصعد يعني، على وأهمية مختلف الصعد. نعم. أهمية هذا المؤتمر إذا ما أقول بلورت يمكن الصورة الإعلامية والاتصالية أكثر دكتور، بيصدر عن الرابطة أكثر من عمل. أولا دورية كل ثلاثة أشهر بيصدر عندكم الاتصال والتنمية، مجلة علمية ومجموعة من الكتب، خبرينا عن هذه المجلة اللي بتصدر عنكم. هلأ من الفرص اللي بتعطيها الرابطة. نعم. بتعطي فرص عديدة للباحثين، أولا يتفاعلوا مع بعض، يتعرفوا على بعض، يتعرفوا على حقوق كلهم البحثية. صحيح. على اهتماماتهم البحثية المشتركة، على وين ممكن ينسقوا مع بعض، وين ممكن بعد، أهم شيء تعطيهم فرص للنشر. خلقنا في عنا المجلة الاتصال والتنمية. نعم. صار صادر منها 16 عدد، شارك فيها حوالي 200 باحث، لأنه بكل عدد في 10-11 باحث. نعم. عنا كثير بهالمجلة ربطنا بين الاتصال والتنمية. وبرجع بقول هيدي المجلة محكمة. نعم. علمية فيها أبحاث. نعم. بتعالج قضايا الإعلام والاتصال، وإلى يعني هلأ 16 عدد، يعني إلى هيدي سنة الثالثة. بتصدر ثلاث مرات، ثلاث أعداد بالسنة.
بتعالج مختلف قضايا الإعلام والاتصال الحديثي كأي إشكاليات حديثي. أهميتها أنه مثل عم تفتح المجال للباحثين بانه صار عندهم مجله للاعلام لانه لقينا صعوبات بالعالم صعيد العالم العربي ما في مجله طلعت واستمرت وعالجت قضايا الاعلام والاتصال. نعم بهيدي بنتامل انه ضلها مستمره ولهلا عم نلاقي عليها يعني مبسوطين فيها الباحثين. يعني في مجال اذا بدك للباحثين لحتى يعبروا فيه عن ارائهم بهيدي المجله ولينشروا ابحاثهم فيها وليعبروا عن اكثر من هيك ليعملوا دراسات ميدانيه بتطلع بنتائج لانه نحن الرابطه هدفها الاساسي هالدراسات الميدانية اللي بدها تطلع من نتائج تطلع بتقارير والتقارير تطلع تفيد المؤسسات الإعلامية يمكن لتطوير عملها وتفيد السياسات الوطنية إذا بتنوضع على أسس بحثية يا ريت انطلاقا من هذه النقطة تحديدا صحيح يعني. فادي قداش مهم يكون في عنا دراسات ميدانية بعلوم الإعلام والاتصال حتى تفيد المؤسسات الإعلامية العربية. يعني تعرف اليوم يعني الإعلام العربي بمحل من المحلات في نوع من العشوائية بالعمل لأنه ما عنا إذا بدك خطط وأهداف مثل كل مؤسساتنا الثانية. قداش مهم هذا الشيء لحتى يصير في عنا نواة إذا بدي أقول تخطيط بركي حط أهداف أو أيضا دراسات معينة بنشتغل على أساسها. الحقيقة من خلال هيدي المجلة بتوجه أنا صراحة بدعوة لكل المؤسسات الإعلامية مع بالتعاون مع الرابطة العربية وأيضا وزارة الإعلام إذا بيصير في عنا نحن وضع خطط وقواعد تنظيمية وأيضا تكون هي ضبط للقواعد اللي عم بتصير الأخلاقية الاجتماعية الثقافية يكون في حتى نحن نوصل لمحل يكون في كل هيدا التطور صحيح. يكون مدروس يعني نوع من كدراج إذا بدنا نقول لكل عملية الإعلامية والاتصالية بالوطن العربي. يعني اسم الله عليكم دكتور بالرابطة نشيطين جدا مش بس مجلات يعني أيضا في مجموعة من الإصدارات الكتابية تحديدا سنويا اللي ثابت غير يلي بيطلع فجأة هيك يعني بيطلع بعض بس الثابت الثابت ورشة عمل ومؤتمر ورشة خليني نروح على الكتاب قبل ورشة عمل ورشة عمل الكتاب اللي صدر عنا الكتاب ورشة عمل والكتاب هو أنا ما جبته معي هلأ بس صار عنا كتابين هلأ صادرين لأنه ملتقيين عملناهم ونظمناهم. هذا الملتقى الثالث اللي حيصير هلأ بعمان يعني حيطلع كتاب رابع اللي هو مجموعة كمان من الأبحاث بده يطلع منها تقرير. هذا التقرير في نقاط في توصيات في مقترحات نتمنى أن تعمم وتنشر في وسائل الإعلام. صحيح مؤتمر رح يعقد بعمان ب 22 و 24 من 22 ل 24 شهر تحديدا تحت عنوان التجربة الأكاديمية بعلوم الاتصال بالوطن العربي. شو الهدف الأساسي لهذا المؤتمر؟ الهدف البداية أنه يكون في تغطية عامة شاملة عن كل الأبحاث اللي عم بيقدموها الباحثين. أكيد كلها أبحاث علمية مدروسة بتخضع كلها أكيد للجنة علمية بتشرف عليها وبيصير بيتم الموافقة على الأبحاث هيدي ومن بعدها بتعرض بمؤتمر لحتى كل العالم تعرف انه شو هدف الرابطه وشو الاشياء اللي نحن حابين نوصلها من خلال صحيح. الرابطه يعني دائما يعني استعراض لك لابرز اهدافكم ومحاوله صحيح. يمكن لتوسيعها ومحاوله لنشرها بطريقه اوسع. لا كل مؤتمر له تام له تام تحديدا ونحن عاملين بارالل بين النظري والميداني يعني بين المشاكل التنمويه والمشاكل الاكاديميه. بلشنا بالتجربه البحثيه كان أول ملتقى، ثاني ملتقى عن المجتمع الإلكتروني عامة ورعايته، ثالث ملتقى التجربة التعليمية والورشات العمل أول ورشة عمل عن ثقافة وسائل الفضائيات العربية ووسائل الاتصال وثاني ورشة عمل رح تكون هلأ بمطلع السنة عن وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية والتوعية الاجتماعية. نعم دكتور إذا بدي أرجع لعنوان المؤتمر التجربة الأكاديمية بعلوم الاتصال بالوطن العربي بتعرفي علوم الاتصال أو علوم الإعلام يعني من الأشياء اللي بندرسها مؤخرا يعني ما دخلت إلى عالم الحياة الأكاديمية مثل مثلا إذا بدي أقول علوم اللغة أو يمكن الطب أو غيره يعني علوم حديثة النشأة وبتحسيها بعدها عم تتطور كل يوم وبتاخد من الميداني أكثر من النظري يعني وكأنها مبنية على تجارب مثل كل العلوم اللي بنيت على تجارب بعدين صارت مواد وتحولت إلى حياة أكاديمية. قديش نحن بالوطن العربي بعد بحاجة لعمل أكثر على الأرض لعمل ميداني أكثر ليصير في عنا فعلا نعرف ننظر بهذه العلوم. حلو كثير أنا مثل ما أنت بتعرف يعني أنتوا إعلاميين وأنتوا طلاب إعلام وعم بتكفوا
بتشوفوا ان شاء الله وبتصيروا كمان دكاتره وتجمعوا ايه وان شاء الله بتسمعوا بين العمل الاعلامي والعمل الاكاديمي والبعد الفكري الاكاديمي والبعد البحثي لانه المنهجيه العلميه لها تعمل كاريزما معينه وبتعطي خلفيه للاعلام والخلفيه للفكر الاعلامي مميزه وبالتالي الجمع بين اثنين كثير مهم وهيدا طلع لما تطورت وسائل الاعلام والاتصال يعني قبل ما يكون عندنا الاعلام الالكتروني والكهربائي ما كان في شيء اسمه علوم الاعلام والاتصال صحيح. كنا نحن انا لما درست الاعلام درست الخبر الاعلامي وكتبت الخبر وكانوا يعلموني اياها مهنيين شوي اكتشفنا انه تحولنا الى علوم الاعلام اللي هن العلوم الام اللي بيجمعوا كل العلوم اللي عندهم بعض علوم الانسانيه الاجتماعيه يعني منا واقفه عند الاعلام بمفهومه القديم واقفه عند كل ما يدخل في مجال الاعلام والاتصال البشري صحيح. من علوم اقتصادية اجتماعية سياسية إلى آخره عشان هيك بتشوفي إعلام اجتماعي وإعلام اقتصادي ونحن رابط على بعض أنت ديسيبلينري يعني معنا أعضاء من كل الاختصاصات ما بس من اختصاص الإعلام بمفهوم القديم حتى اليوم اللي عم يدرسوا علوم الاتصال ما عم بيدرسوا مفهوم الإعلام مثل ما فهمنا عن تلفزيون وراديو وصحافة لا طور المفهوم عن الإعلام الإلكتروني له أبعاده مختلفة تماما أستاذ فادية شو أبرز عناوين ضمن المؤتمر ورشات العمل المحاور شو أبرزها؟ أبرز العناوين هي كلها بتتمحور حول الثقافة العامة بعلوم الإعلام والاتصال أكيد المحاور بتختلف يعني حسب عنا الباحثين اللبنانيين بيتناولوا قضايا عم بتصير عنا بوطننا اللبناني والقضايا العربية أكيد عم بتناولوها أغل كتير من الباحثين العرب كل حدا منهم بيضوي على المشاكل والإشكاليات الموجودة عنا بمجتمعهم يعني هذا بالنسبة للمحاور نحن العنوان الأساسي هو التجربة الأكاديمية في علوم صحيح. الإعلام والاتصال وبهذه التجربة تحديدا يعني التجربة الأكاديمية في ريادة لوطن عربي على تاني دكتور يعني اليوم إذا محكي عن تجربة أكاديمية لبنانية أردنية بركة بالمغرب العربي أيضا بمصر يعني مصر أيضا الجامعات بتدرس الإعلام والاتصال من كبريات الجامعات في ريادة لبلد عربي على تاني بهذا الإطار نحن بيسعدنا نقول أنه تجربتنا بلبنان لما طلعنا على الدراسات العليا ولما تعبجوا لعنا الطلاب العرب ما عليه من أولى بكل تواضع وبكل فخر بكل هيك بالفم الملآن كمان من أولى يعني بالفم الملآن أنه نحن كوننا وخصوصا بمجال الإعلام كلية الإعلام كونت فكر إعلامي معين كونت الطلاب لما تأجوا عم بيفوتوا بالدراسات العليا عم بيتميزوا عن بقية الطلاب العرب وهيدي لمسناها مع طبعا تقديرنا للجهود اللي عم بيقوموا فيها الأساتذة بالعالم العربي ولكن مستوى الجامعة اللبنانية بعده مستوى متميز جدا جدا ولمسناه وعم نلمسه هالشي وبالتكوين حتى على المنهجية مع أنه في دول عربية سبقتنا بالتكوين المنهجي بعلوم الإعلام فاتوا بدراسات عليا قبلنا خصوصا دول المغرب العربي وفاتوا بدراسات بالبحوث أكثر منا وهم منتجين بحثيا اكثر منا بعلوم الاعلام ولكن والاتصال ولكن طبيعه الانتاج يمكن هون هي اللي بتفرق لا التكوين الاكاديمي اللي اعطيناه والبعد الفكري الحر يمكن كمان الحريه الاعلاميه اللي موجوده عندنا حريه الفكر هيدي بتعطي انفتاح حتى بالانتاج البحثي بتعمل مقاربه للبحث بطريقه مختلفه وهيدي لمسناها بدراسات العليا هي طريقه تفكير شعب معين او كيف بيعيش مودو في تبع هذا الشعب بتاثر على طبيعه الانتاج اللي عم بيقدمه المؤتمر رح اذكر انه رح يعقد ب 22 ل 24 الشهر بمدينه عمان طبعا بالاردن ورح يكون المحور الاساسي المعالج هو التجربه انه بالشراكه مع الجامعه الاردنيه وبالشراكه مع معهد الاعلام الاردني ثلاثة مشتركين مع بعض عم ننظم هذا الملتقى مع بعض وبرعاية الجامعة الأردنية صحيح مشاركتها مباشرة اللي هي تبنت هيدا هالمرة هالملتقى هيدا تبنوا بقناعة منهم بأنه حيقدم لهم شيء أكيد والمعهد الإعلامي الأردني مهتم كثير بإصدارات الرابطة صحيح لكن نحن بانتظار نتائج المؤتمر شو راح يصدر عن هيدا المؤتمر من أعمال جديدة وأفكار جديدة أيضا بيقولكم أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور مايل عبدالله أستاذي باحثي بعلوم الإعلام والاتصال أيضا أستاذي محاضرة بالجامعة اللبنانية ورئيسة الرابطة العربية للبحث العلمي شرفتينا شكرا لك ايضا السيده فاديه ابو مجاهد وانت عضو بالرابطه وامينه سر المؤتمر رح يعقد قريبا بعمان شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم شكرا مشاهدينا بريك قصير بيفصلنا عن فقره المطبخ مع الشيف نادين خليكم معنا
عن جديد مشاهدينا برحب فيكم لليوم. صبحيتنا عم تستمر بمواضيع عديدة، أيضا ضيوف رح يطلوا علينا تباعا ضمن فقرات متنوعة، منها فنية ومنها أيضا اجتماعية، ولكن هلأ صار الوقت نحن وياكم لنتعرف على طبخة اليوم مع الشيف نادين. صباح الخير شيف، كيفك اليوم؟ تمام، شكله في بصل اليوم شيف. لا لا ما في تقلية، زمطنا ما في تقلية اليوم. شو محضرين اليوم شيف؟ الجمعتين ماشي الحال 100%. تمام كملي هيك شيف. ايه خلص خليك بس ما في اوعدك كثير جو. اوكي فاليوم خلينا ساكتين يلا. اليوم رح نعمل قرع بس قاطع ما فيهم لحمة، اوكي رح نعملهم بالبرغل مش بالرز، يعني احنا عاده نعمل محشي كوسه بنعمل مزبوط نعملهم بالرز، حتى محشي الباذنجان كمان بنعملهم بالرز. أوكي. اليوم البرنسيب رح يتغير شوي، رح نعملهم بالبرغل. أيوة البرغل شايف. الابيض الخشين. اوكي فخلينا نحكي شوي عن المقادير. المقادير اذا بدك تبوله بس بدل ما نحط برغل شو ناعم شو نعمل تبوله بلا قرع؟ لا هلا ما فينا نعمل تبوله، مضطرين نحشي القرعات ما بنقدر. فعنا البرغل برغل خلص تكرم عينك، معزوم الليلة اللي عندي على التبولة. برغل خشن أبيض بدي أنقعه قبل بوقت، أوكي بننقعه تقريبا نص ساعة حتى هيك حطه تبلش تفتح. هلا فينا كمان بيزومات البندورة، إذا كانت البندورة فيها زوم كتير ممكن بيزومات البندورة إذا تركنا الحشوة شوي تفتح حبته بيزومات البندورة. أوكي. كمان إحنا بحاجة لبندورة، بصل مفروم ناعم أكيد حطيت معه شوية بهارات مثل ما بنعمل التبولة، زيت زيتون، بقدونس مفروم ناعم، حامض. هلا كمان الحشوه اللي بيميزها انه رح نحط لها ملعقه رب البندوره، يعني أوكي. البرغل من جوا رح بيصير لونه شوي على احمر يضرب على حمار، كان حنحط بقلبها كمان تشيلي باودر رح يكون حار، يعني المحشي قرع رح بيكون حار اليوم، ورح نحط معهم كمان بابريكا. أوكي. ملح وبهار ابيض على ما يبدو، يعني من الريحه بتعرفي ريحه هالاشياء لما كثير طيبه. وبالبرزنتاسيون تبولها كمان هلا بخبرهم للمشاهدين كيف بدهم يعملوا البرزنتاسيون تبولها. هلا كمان في نعنى مثل ما قلت لك انه نفس المقادير تبع التبوله كمان مفروم ناعم. شايف يكون كوسه بدل اكيد او باذنجان؟ اكيد في يعني أكيد. فينا يعني هول ثلاث اشياء بنعملوا نفس صحيح الشيء. بس انا لانه قبل بمره عملت الكوسه وحشيتهم رز، اليوم حبيت هيك شيء جديد نعمل القرع. بس الكوسه كمان اذا بدنا نحشيها بدنا نقيهم حبيت كبار، لانه البرزنتاسيون من بعد ما نحن نعملهم ونسلقهم ونطبخهم ننطرهم حتى يبردوا بنصفيهم مزبوط من ميتهم وبنقطعهم رونديل. أوكي. هيك بتبين كانه الكوسه على الداير والبرغل بالنص. كثير منيح. اوكي فاذا ترجع كمل لكن عم نحط معهم كمان نعنع، وفينا ثوم بقلبه، يعني فينا نحط ثوم مفروم ناعم مزبوط كمان تعطيها نكهه كثير نكهه لذيذ. أوكي. اوكي واكيد القرع بننقرهم عادي مثل الكوسه. اوكي بنجهزهم بنقشرهم طبعا وبيكونوا صاروا جاهزين. فينا نعمل ثلاثه بنفس الطبخه صح؟ يعني كوسه باذنجان كوسه باذنجان قرع مزبوط وورق عنب ورق عنب مش غلط. اوكي فاذا هلا البقدونس اوكي بندوره انا حبيت اليوم اعمل حتى جو اذا بدنا فينا نعملها بلحمه. بس ساعتها بنحط لحمه بتعرفوا لسه المحشيين انا بحبهم بلا لحمه، يعني يكونوا قاطعين اطيب. شفت هيدا صار ذوق مزبوط، بتحسي انه خلص يعني انه اللحمه اصلا صارت كثير موجوده اذا بدك بالاطباق بالاطباق، انه كل يوم في لحمه وخاصه مع الفاست فود اللي كثير فاتت على بيوتنا، فانه لما بدنا نعمل هول الاشياء نعملهم بلا لحمه. وبتعرف الافانتاج بهولي انه عملتهم ثلاث ايام اربع ايام بالبراد ما بيأثر. انا ما عم كثر كثير الحشوه بس حتى الكانتيتي اللي احنا بحاجه لها. اوكي بصل بس البصل حطيتهم كلهم ابدا اكيد مش مهرب مع البصل اكيد البصل والثوم يا عم صحيح هن اللي بيطعموا الاكل كله تماما. ثوم برجع بقول انه توم فينا نحط وفينا ما نحط ما في بروبلم ابدا. زيت زيتون وهلا موسم زيتون مزبوط. حامض تاني عليك شايف الحشوه مفروض نحمضها شوي زياده لانه بالطبخ بخف الحامض تبعولها. اوكي لكن منضيف كميه من الحامض اكثر من العادي لانه بخف كميه بالطبخ. ملح والملح نفس الشيء. نعنع بهار ابيض انا حاطه كمان بهار حلو مع البصل رب البندوره ما
ما كترت الكمية بالنسبة للرب البندورة؟ لا يعني الرب البندورة حسنا الكمية قليلة بالوقت اللي فيه مقادير كتير. بتعرف ليه جو؟ لأنه هلأ نحن الزوم منه كتير رح يطلع معنا. أوكي. فعلى جنب حطيت أنا شوية رب البندورة مع مي وحامض وملح وزيت زيتون حتى أسلق فيهم هلأ بنحكي عنه. يعني رح تضيفي رب على المي اللي رح نسلق فيها. صحيح. بابريكا رح احطهم كلهم هيك بيطيبوا اكثر ومنهم حارين ما ننقص من البابريكا. التشيلي هي حاره طعمه الحر هيك البسيطه بهالطبخات كمان مش عاطله كثير طيبه وخاصه مع القاطع بتلا يا هيدي خلاص اوكي هلا بس بدنا نخلطهم بكعب الطنجره عندك انا حطيت بندوره اوكي هلا بس عملية الخلط برجع بقول كثير طيب اللي ما بدك تبولي 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 بس ببرغل مزبوط قريب كثير على الايتش الارمنية هلا اكيد مرة عملناها صح ممكن نرجع نعيدها كمان مرة لأنه في كثير ناس عندهم الحشرية يشوفوا الايتش كيف تنعمل وطبخة سهلة ليش أول تفكر إنه الطبخ صعب شايف إنه طبخه بالدواء هو ايه بس نحن عم نقول سهله بس هي تحضيرها لفرم البندوره وفرم البقدونس جو اللي بحب المطبخ والخبريات يعني اللي بحب المطبخ ما بيلاقي شيء ابدا صعب وبده يكون المزاج رايق خلينا المزاج رايق كرمال هيك تطلع الطبخه سبحان الله قد ايه بتعطيها من قلبك قد ايه بتطلع طيبه شايف دائما بنسمع انه نفس خبريه النفس بالطبخ خبريه جلاده مش نفس خبريه جلاده شو يعني لما تعمل طبخه انا ما كثير بامن بهيدي البرنسيب تبع النفس انا ما كثير بامن فيه انا بعرف انه اليوم انا طالع بالي اطبخ حب هيك فرجي البراعه بالطبخ مواهب. فوت على المطبخ بمشي حسب الستبس مثل ما لازم ينعملوا بطبخ على نار خفيفه هيدي هي يعني قديش نحن محمسين للشيء اللي عم نعمله او مش محمسين مش لاي شغله ثانيه بالحياه قديش في حماس لتحضير يعني عم بيعمل شغلته بلا نفس يعني لو كانت شو ما كانت شغلته رح تطلع مش مزبوطه وبالطبخ نفس الشيء كل شيء بالحياه مزبوط مشان هيك اللي بيكونوا عم يتخرجوا انا تلاميذي لما يكونوا عم بيخلصوا بيتي بعد ما فاتوا على الجامعه بقول لهم ما تنقوا شغل مجبورين او شيء ميجر مجبورين انكم تدرسوه لانه ما بتبرعوا فيه لانه بلا يعني إذا بلا حماس عم تعملوا هذا الشيء أنا برأيي الشخص اللي بيبرع هو اللي بياخد شغله كهواية هيدا الشخص اللي بيبرع بالحياة كبيري شاف هلأ أنا صفيتهم أوكي. لاحظوا جو هلأ نحن عم نعبي القرق كمان رح كبهم من الزوم وهول الزومات رح استعين فيهم حتى أطبخ فيهم بس منهم كافيين مشان هيك عملت على جناب شوية زيت شوية زوم لحتى تطبخي فيهم صح هلأ معلش بإيدينا مثل العادة فليكن ست البيت إيه ما بدهم كثير وقت على النار بدك اقرب لك الطنجره مو المعروف قديش بدهم وقت على النار شايف ما بدهم كثير وقت بدهم 35 دقيقه تقريبا لاني ناقع البرغل اوكي يعني كيف كانه عم بطبخ كوسه نفس الشيء مش هينه ها شايف شو مش هينه شاطره شايف نادين ايه قصه كبيره شايف اما هيك ايه كنت شو فهمك يا جو ابدا ولا فك مثل ما كنا عم نقول شينا القرع شايفين بحطوا حمص مع الحشوه 100% انا كنت عم اقول لك قبل شوي انت قلت لي ما بحب ما بحب اللحمه ما كنت عم تقولي شيء هلا بلا خلص خلص قولي يلا كنا عم نحكي قبل شوي انه اذا ما بدنا نعملها قاطع فينا نعملهم باللحمه بس ساعتها بدل ما نحط البندوره ونحط البقدونس وهول الاشياء بنحط الحمص بس اكيد الحمص بده يكون مسلوق ثلاث ارباع صار كثير من المحاشي بيحطوا معها حمص يعني الملفوف وغيره مزبوط نعم بيطلع كثير طيب خلينا شايف نتابع المقادير عن الهواء من جديد نذكر كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بلشوا من هلا يكونوا معنا بشو عم نعمل وشو هي المقادير تفضلي شيف فاذا بالنسبه للمقادير نحن بحاجه لقرح كيلو اكيد منقولين برغل ابيض خشن بينقع تقريبا نص ساعه قبل ما نبلش الشغل بالحشوه أوكي. بصل 100 جرام ثوم 20 جرام هون عم نحكي عن الحشوه بندوره 250 جرام مفرومه ناعمه بقدونس كمان مفروم ناعم تقريبا باقة حامض 100 جرام الحامض مقسمين ما بين الحشوه وما بين المرقه اللي رح نضيفها على القرع حتى يستوي كمان ملح زيت زيتون حطيت لهم انا كمان بابريكا تشيلي باودر نعنع رب البندوره وبهار ابيض وسيتو
هيدي هي الخبريه كلها. بكعبة الطنجرة موجوده بكل بيت لبناني على فكره، صحيح اي بيت لبناني في عمل هيدي الخبريه بطريقه كثير سريعه. مزبوط. واذا ما وجد عندنا القرق فينا نعملهم على الكوسه، فينا نعملهم فينا نعمل تشكيله كمان، صحيح. والفليفله حتى اوقات كمان اذا بنجيب الجزر كمان الجزر كبير بنسلقه 3 ارباع سلقه وبننقر كمان الجزرات وبنحشيهم كمان بيطلعوا عيدي عيدي شيف. عيدي عن جد الجزر كمان فينا نزين فيهم بنفس الحشوه. فينا نحشيهم ولا نزين فيهم؟ شو قصدك؟ نزين فيهم. نو 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 مش نحشيهم، نزين فيهم اكيد نزين فيهم. اي فبيطلعوا كثير حلوين كمان مثل كانه فيهم حشوه. الفليفله نفس الشيء، البطاطا كمان، بس انا بفضل انه ما نستعمل البطاطا لانه هي نشويات والبرغل نشويات. ف في البعض بحط بكعب الطنجره بطاطا محل بندوره كمان. كمان اوكي اوكي. فاذا البرنسيب هيدا هو 100%، منا صعبة ابدا. وكان هيدي هي طبختنا لليوم، القرق المحشي بالبرغل بدل الرز هيدي المرة. مزبوط. شاف اللي فعلا انا بقول رح يكونوا كثير كثير طيبين بشهر الريحة. شاف جو بس بدي اقول لك شغلة، المرأة اللي وراك اوكي بس حتى نحكي شو هن. رح اجيب المرأة انا شاف اوكي. فاذا المرأة فيها تكون صوص البندورة او صوص الحشوة، واذا ما قدتنا صوص الحشوة بنحط شوية يازم بندورة او رب البندورة مع حامض وملح ومرقة الخضار ومنضيفهم عليهم وبنسلقهم. وننتبه انه مفروض نتقل عليهم مثل ما بنتقل على الكوسة. حتى تقالي حدك هلا نحن بس نضيف المرأة. هذا حجر البحر يا شيخ، اكثرية ستات البيوت بيستعملوا. انت صحيح عندك على البلد خصوصي تقالي خصوصي. شيف ثانك يو لك. ثانك يو لك جو. من هلا وزينة كريسماس عندك بالبيت كثير حلوة شيف. ميرسي جو. متى بنرجع نشوفك؟ نقلها للتنين. تنين في شيء محضر للتنين؟ المفروض بلش شوي لكريسماس نعمل هيك اشياء مهضومة. تاخذ شيء مع جبنة التنين وخبريه وهيك. يلا مش غلط، تكرم عينك. ثانك يو سيف مون كان لك شوفك. ثانك يو. مشاهدينا بريك قصير ومن بعده بنتابع فقراتنا. طبعا تنضم لنا بعد البريك فقره ساين ان، خليكم معنا. مشاهدينا بنرجع لمتابعه صبحيتنا نحن وياكم من بعد فقره زاست. بعد شوي رح نكون مع فقره ساين ان، ولكن قبل رح نروح لخارج الاستوديو مع ريبورت جديد، حيث اطلقت الفنانه التشكيليه ريما سلامون معرضها الجديد بعنوان فيسز بجالوري تجليات بصيفي فيليج بوسط بيروت. كيف كانت اجواء اطلاق فيسز؟ منتابع سوا بهذا التقرير. هو هيدي تجربة جديدة ما أخذت كتير وقت لأن كان كله بالحبر، وهو عبارة عن سكتشات والوجوه إجت من المخيلة، فالحبر كان يفاجئني بهيدا الشكل. في شيء بيستبقي عليه وفي شيء بلغي وبيكون قرار سريع، فحبيت فكرة إنه الواحد يشتغل بهيدا السرعة كسكتش كعمل. هو بيجي يعني خبرة وقت طويل، يعني سكتش ما هو أمر سهل، خبرة وقت طويل والحبر حلو الشغل فيه، وكانت هاي النتيجة. الواحد بيروح للاختزال، يعني أنا البحث تبعي يعني اللي وصل للوجه أو للتعبير باختزال، فهيدا الشكل اللي طلع. بحب بيروت، وبيروت مدينة الثقافة ومدينة الحرية ومدينة الفرح، فبتشكر كتير بيروت وأهل بيروت، كتير عطتني شي يعني.
عن جد بيوتيفل فيسز شفناهم بمعرض الفنانة التشكيلية ريما سلمون روعة. منتابع نحن وياكم مشاهدينا فقرة ساين ان دائما بتقدم جديد ابديتد ستاف اكيد بخبرونا عنهم اكثر. شادي خلف وريتا اصف. هاي شاد كيفك؟ تبا شو كيف كانت هيدي الجمعة؟ هيك تيك تعرف انه انا جمعه الجاي هالمره بصير دوري انا عم برد البروجي كثير في شغل واكيد بلش كمان كريسماس عم بيقرب شوي شوي سو كيفه انه بلشت العجقه على الطريق بتحس دغري اجى موسم العيد وبتكون بلشت صح فاجئ. وبلشت الزينه بالمحلات وحتى مزبوط. بالمدارس وبالجامعات يعني بلشنا نحس شوي شوي بالكريسماس سبيريت 100% لازم الطقس كمان تحس كمان عم بتشتت صح بعد شوي شوي لابسين دوميمونش يعني مزبوط. هلا شادي مثل ما دائما عودنا المشاهدين انه نحن كل جمعه بساين ان بنكون عم نختصر كل الاخبار اللي صارت من الجمعه لنهار الجمعه كل اخبار من حول العالم اخبار جديده اكيد ومتنوعه. انا رح بلش هلا مع اول خبريه معنا لليوم اللي هي خبرية عن واتساب اللي دايما منجيب أكيد الأبديتس عنه. وبتعرف هي شركة واتساب من الأول كان عندها الكونسبت أنه تقرب بين العالم أنه تجمع بين العالم اللي هي مسافرة والعالم الموجودة ببلاد الاغتراب والعالم الموجودة هون كرمال أنه يبطل فيها الحزن إذا بدك بيناتهم ويبطل فيها الشوق والافتراء اللي دايما نحن معودين عليه قبل الواتساب. هلأ بتحس حالك كأنه عايش معه ماشي يتغير. فواتساب هلا صار عنده أبديت جديد غير الفويس كول اللي هي أكيد كانت نزلته على الابليكيشن. صار في عنا هلا فيديو كول. فيديو كول هو نفس الطريقة مثل الفويس كول وقتها بدك تدق على واتساب دونك بتكبس على الكبسة اللي هي موجودة فوق إن كان على أندرويد أو على الآي أو إس. أكيد لازم نعمل أبديت للآي أو إس وللأندرويد ومن بعد ما نعملهم أبديت هو واتساب أوتوماتيك ما أكيد رح يعمل أبديت ورح تنزل هيدا الأوبشن عندهم هيدا الكبسة اللي هي نفس الكبسة تبع الفويس كول بس تجي حد تحت الفويس كول اكيد مكتوب فيديو كول ونحن بنقبص على الفيديو كول وبصير في فيديو كول مع الشخص اللي نحن متصلين فيه واكيد بنشوفه لايف. يعني كيف الفايبر والتانجو وكل والسكايب نفس الشيء بس هلا صارت اذا بدك ايزي اكسس لانه نحن اكثر شيء بنستعمل واتساب صرنا بطريقه اسهل عم نتصل مع الخارج وعم نشوفهم. بتاني خبرية عندي هلا اليوم كمان على الشركة اللي هي عندها واتساب اللي هي شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ. من بعد الانتخابات الرئاسية اللي صارت بأمريكا هيديك الجمعة صار في كتير أخبار على السوشيال ميديا وكتير عالم كانت عم تتهم مارك زوكربيرغ وفيسبوك بأنه هو اللي كمان أثر على آراء تبع العالم وعلى الشعب لهن أنه قاموا بانتخاب دونالد ترامب وأثر على على العالم بطريقة مش بوزيتيف بطريقة نيجاتيف سلبية اللي هي انه كان عم بينزل فيك نيوز على فيسبوك عم يسمح للاخبار اللي هي تتسرب اللي هي خاطئة منا موجودة منا صحيحة تنزل على فيسبوك اكيد والعالم عندهم تندانس انه هن يصدقوا كل شيء بيقروه اكيد على السوشيال ميديا ويتاثروا فيها. من هالاخبار اكيد اللي صارت انه مثلا دانزل واشنطن اللي كل العالم بتحبه اللي هو الممثل الشهير بهوليوود هو غير ميوله السياسه كان مع كلينتون وبالاخر صار مع ترامب. هيدا اللي خلى اكيد كثير من العالم المحبين له انه هو يغير ويصير مع ترامب وخصوصا انه هو من العرق الاسود اللي هو ترامب يتهم بانه هو مضطهد هيدا العرق الاسود وهو منه كتير محبز انه يكونوا موجودين بامريكا لانهم اكيد ما نارتيز. بتعرفي ريتا اصلا كل اللي عم تحكي ريتا عن الفيك نيوز اللي عم بيصيروا عن السوشيال ميديا اكيد يعني مثل فيسبوك لازم يمكن يعملوا تسريب لمعلومات يكونوا صادقه مثل كمان السوبر مون اللي كان على اساس كان ليله ال 14 15 بشهر نوفمبر السوبر مون صار في كثير من العالم عملوا على فوتوشوب السوبر مون كثير كبير اوقات ما كنا نعرف اكبر من الارض صرنا في اوقات معينه بابا عم نعرف شو نصدق وشو ما نصدق بقى. اكيد كل مواقع التواصل الاجتماعي لازم يكون في يمكن كوتا معينه لكل المعلومات اللي عم تنزل. هيدا الشيء اللي هلا فيسبوك بالتعاون مع جوجل عم بيجربوا يعملوه شات يعني من بعد كل شيء صار خصوصا بالانتخابات وهلا بالاخبار كمان بصور رح نشوفها انه حتى في اخبار كثير مأزيه يعني بنشوف انه طلعت كمان خبريه انه في عصابه من الرجال السود
قامت بحرق رجال البيض كمان بأمريكا. هيدا الشيء اللي أثر على كل العالم البيض اللي هن موجودين بأمريكا أنه إيه يكونوا مع ترامب لأنه هو عم بيدافع عنهم أكتر ومنه بيحب المينوريتيز. وكمان بأخبار تانية كمان كنا عنا إياها عن ترامب أنه البوب فرانسيس كمان هو بيشجع ترامب، مع أنه بوب فرانسيس ما كان أبداً ما بيفوت بالجو السياسي ولا هو بيتعاطى بالسياسة إن كان ببلده أو بكل البلدان. مزبوط. وما بيأثر على الشعب. هيدا كمان الشيء استغلوه لكل الكاثوليكس حول العالم ولكل المسيحية لأنه هن ينتخبوا ترامب. هلا في كمان ما أعرف إذا هي مزبوطة إنه كاني ويست نزل على إلكشنز ب 2020. لا هيدي بعد ما سمعت فيها، بس اصلا من بعد ما طلع ترامب صاروا كل العالم بدهم يرشحوا كثير من العالم وكثير من السليبرتيز. فتنشوف شو رح يصير من هلا لل 2020. بالخبريه الثالثه اللي عنا اياها وهي خبريه كمان كثير اثرت على العالم خصوصا بالخارج، يعني وصلت هيدي الخبريه للسي ان ان حتى انه تكون عم تحكي عنها، هي انه كيندل جينر شالت الاكونت تبعها على انستغرام. هلا هيدي الخبريه ما بدها اهلاقات، انه ما بدها انه تروح على السي ان ان وتكون هالقد بوبولر وهالقد عم ينحكى فيها، بس كان شيء كتير شوكينج للعالم لأنه هي طلعت بانترفيو من بعدها مع إيلين دي جينيرس، وهلأ بالصورة عم نشوفها هي وفايتة أكيد على البلاتو تبع الشو. وبالشو كانت عم بتقول أنه يمكن هي وكتير من العالم بحاجة لأنه يكون عندهم سبيس ووقت لقلهم، لأنه هني عم تقول أنه كل يوم بتوع الصبح هي بتفتح انستغرام بتشوف مين نزل من الفولورز نزل صور وكم لايك صار عندها على انستغرام. سؤالت أنه هي بحاجة لديتوكس بحياتها. نحن معودين على السليبرتيز أنه هني يكونوا يعملوا ديتوكس من بعد ما يكونوا بيتعاطوا المخدرات أو بيتعاطوا الكحول أو كل جميع ممنوعات، بس كيندل جينر فاجأتنا هيدي المرة أنه هي عم تعمل ديتوكس لشيء كمان نحن يمكن دوما نحس عم نكون أدكتف لقله يوم ورا مزبوط. يوم اللي هو السوشيال ميديا. حتى تويتر شلته من السليلار تبعها مثل ما قالت بالانترفيو تبعها، حتى من بعد ما الصورة اللي شفناها آخر شيء على المشاعرة وهي موجودة على الأرض اللي هو أكتر شيء أخذ لايكس بتاريخ الإنستغرام على السوشيال ميديا، من بعدها إجت كسرته سيلينا جوميز بالبيك تبعها هي وكوكاكولا. فمشان هيك هي كانت عاملة كتير شوك لكل العالم وخصوصا للتينز اللي موجودين بالعالم اللي بيتأثروا أكيد فيها وبيتأثروا بالتعاطي تبعها مع السوشيال ميديا. ف thumbs up يعني لكيندل جينر لأنه قامت بهيدي الخطوة وشالت انستغرام. اليوم عم تفرجينا the bad side of social media، يعني anti sign in. اليوم لا، لأنه دايما في the good side and the bad side. لازم العالم أكيد يكونوا واعيين على الاثنين ويكون في رجلاج بين الاثنين أكيد. هلا بالخبريه الاخيره اللي عندي اياها هي الزلزال اللي صار بين نيوزيلندا باول هيدا الجمعه. الخبريه اللي كانت شوي شوكانت انه صحيح انه كان كتير قوي هيدا الزلزال، كان 7.2 يمكن او 8 اوتو. الشيء اللي كان كمان غريب وكل العالم كانوا هلا من الاربعاء لليوم عم يتداول الصور على السوشيال ميديا هي انه المستوى تبع المحيط تبع الاوشن على الارض عليت 2 متر. يعني مشان هيك بالصور مثل ما عم نشوف انه كل شيء كنا نشوفه تحت المي اللي هو من اذا بدك الرواسب اللي بتكون تحت المي وكل شيء نوع حيوانات ونوع نباتات اللي بتعيش تحت المي هي صارت هلا على نظر كل العالم موجود 2 متر فوق الارض. اللي هو شوي شوكان انه الارض كلها عليه 2 متر مش بس بالماي. الماي كان اكثر شيء يمكن عم نشوفه وخصوصا بالتوب فيو اللي فرجيناها كمان بالصور، بس كمان الطريق وكل شيء كان تكسر وعليت 2 متر. فهو كان اكيد خبر مؤسف كثير ومحزن صار هيدا الجمعه بنيوزيلندا. من هالخبريه البشعه يمكن شوي والغريبه رح ننتقل اكيد لاخبار شادي. اكيد ريتا مثل ما دائما انا كمان بفقره سان ان بنجيب كمان يمكن دراسات عمل وتبي ضمن العلم مثل ما بيقولوا اذا بدك البيولوجي والميديكال ستاف انه عملوا دراسه انه الهيومن اشز يعني وقت واحد رماد تبع الانسان كانوا بيقولوا من التراب الى تراب تعود، نفس الكونسبت هذا العلم قدروا يستعملوا هيدا التراب ليعملوا شيء منه الماز الدايموندز. رح نشوف بهيدا الفيديو اكيد نزلتها ماشبل. ماشبل كمان هي اتس ا سيرفي موجود اونلاين. هيدا الفيديو الموجود اونلاين فينا نشوفه او على اليوتيوب شانل تبع ماشبل او حتى على الويب سايت تبعه. اكيد كل الصور اللي تداولت اون سوشيال ميديا ما حبيت غير ما انه فرجيكم هيدا الفيديو البروسيس كيف انعمل. هلا اكيد الفيديو شوي بتختصر كل البروسيسوس اللي بدنا نفرجيه، بس اكيد فينا نرجع نتابعه على يوتيوب. هلا اكيد اتس ا بيت ويرد انه الواحد يكون عنده يمكن هيومن اشز يمكن لحدا يمكن بتحبيه حلو يمكن تحول على دايموند. هلا هي شوي غريبه بس هلا هي انا اصلا فكره الاشز خصوصا ببلاد برا وقت يحطوا الاشز بقلب البيت يعني يحرقوا الجته ويحطوها بقلبه انا بلاقيها شوي غريبه. هلا 100%
هلا اكيد كل التراديشنز بالبلاد بتختلف عن بعض، اصلا العلم والدين ما اصلا بيتفقوا مع بعض. بقى بي هيدا الفيديو اللي رح نشوفها هي هيك كيف اذا بدك الساينتست رح يفرجونا هي. بس حتى ريتا اذا انت اوقات يمكن انه انا مثلا ما بتضايق يمكن احمل شيء معين يمكن بتخليني انه يمكن تذكرني بحدا معين. لا اكيد مثلا شيء جولري كانوا يلبسوهم يعطوك اياهم انت تضل متذكرهم كل الوقت، او شيء قطعه ثياب اوكي، او شيء سوفينير بالبيت، بس مش انه هو الشخص هو ذاته يكون موجود عندك بالبيت. انه شيء اكيد نحن مش معودين عليه، بس برا اكيد عندهم يمكن معتقداتهم وهن بيفكروا بغير طريقه. هلا ريتا لنشوف باول صوره عنها، هذا هو الدايموند اللي اشتغلوا عليه الساينتست. هو بعدين ثرو اكيد مثل ما قلت سيرتن بايولوجيكال بروسيس بيصير عندنا بالاخر هذا النوع من الدايموند. هلا مثل ما قلت اكيد الفيديو فينا نتابعه اون يوتيوب. اما بالصوره الثانيه اللي راح نشوفها كمان خبريه بدنا نجي كمان نسلط الضوء عليها بفقره بي ساين ان، هي ريتا بتعرفي نحن هلا كتير من الابليكيشنز عم ينزلوا. ديجا نحن حكينا عن شيء اسمه الترانسليتر لجوجل، هلا خلاص انطلقت الابليكيشنز. ما عم نشوف هون على الصوره نحن اذا منسافر بتشوف في عندك هون مثل ساين مكتوبه عليها باللغه معينه، وانت يمكن ما بتفهمي هيدي اللغه. بمجرد ما تحمل انت التليفون وتفرجي هيدي الصوره، يمكن تاخذي صوره تلقطيها صوره لحالها بتعمل لك ترانسليت لكل شيء. بقى اكيد الواحد اذا مثلا مسافر على اليابان او على الصين مثلا ما بيعرف كتير اكيد اللغه، مش probably انه كثير من العالم يمكن ما بيعرفوا هيدي اللغه، بمجرد بس ما ناخذ هيدي الصوره لحالها بترجم لنا كل شيء اللي بدنا اياه. اما بالخبريه الثانيه على سيره اليابان رح نشوف السينك هول باليابان اللي كثير من العالم حكوا عنه. انه رح نشوف هون على الصوره عماله الشمال، هون صار في عنا جوره كثير كبيره، والحلو فيه انه باليابان بظرف يومين قدروا يطموا هيدي الجوره ويعملوا يرجعوا طريق جديده. يعني جوره ليفل ساعة عن الليفل اللي عنا اياه بلبنان 100%، وقدروا يعملوها ماشي بظرف يومين اكيد بالتكنولوجيا اللي عندهم اياها، وحتى كمان بالتقنيات اللي عندهم اياها هن كساينتست وكانجينيرز قديش قوايا انه كيف يقدروا يعملوها بظرف يومين. واكيد بهيدي الطريقه كمان كيف سكروا الطريق ليقدروا يضلوا يضل في عندك سيركيلاسيون جوات جوات الاوربانيزم. هلا بهيدي الخبريه اخر شيء عندي هي الجوجل فوتو سكان. بتعرفي ريتا وتكون نحن عندنا صور قديمه، خاصه اهلنا بيكون عندهم صور قديمه، بس للاسف مع الحرب ببطل عندهم بقى هول الصور، ونحن شو بنصير اوقات نعملهم لانه الصور اوقات مع الوقت الورقه بتصير اذا بدك تنتزع يمكن تحترق تتخزق وهيك. بقى مش هيك حلو الواحد يعمل لهم شيء اسمه ديجيتاليزاسيون، يعني تضلك تخزنيهم عندك بطريقه اكيد على هاردوير سوفتوير او داتا. هلا نحن قلنا عادي اوقات اكيد بنشوف على انستغرام وفيسبوك الهاشتاج تي بي يعني ثرو باك، وكثير من العالم بيكونوا منزلين صور قديمه. بقول الصور القديمه نحن بنكون عاملين، وشو بتكون انت عامله؟ بتمسك التليفون وبتصوري هيدي الصوره، اوقات بيطلع فلاش اوقات ما بيطلع فلاش والصوره ما بتكون منيحه. ما هيدي الفوتو سكان اذا ما عندك سكانر انت بالبيت وبدك تحطي هيدا السكان تحطيها وتعمليها كونكشن على الكمبيوتر، هيدا الابلكيشن كمان ثرو التليفون فينا نبقى نحن نعمل الفوتو سكان وننزلهم عنه. ورح نشوف هيدا الفيديو كرمال نعرف شو البروسيس اللي بنعمل من جوجل فوتو سكان. Once upon a time, before there were smartphones, people took real photos printed on actual paper. Photos of siblings, of moms and dads, of birthday parties, of mullets, of grandma playing with dirt. Photos of the people that haunt your house, and selfies, before they were called selfies. These fragile pieces of paper are your memories. They're your family. They're your history. They're your regrets. So it's a good thing all those precious memories are safely backed up and perfectly organized in a nope! They're in a box in the attic, which is like the 87th best place they could be. Maybe it's time to get out the gigantic flatbed scanner, find the right cord, download the driver, and bam! Photos saved forever. And bam! Wouldn't it be great if there was like a technology that was kind of like a mini scanner, like a handheld? Oh, hello. With the PhotoScan app, just hold your phone over any printed photo and go boop, 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 done. And you've got a high-res digital copy of the original without any glare. And it's not just a photo of a photo, because that looks like this. And if you have Google Photos, all your photos will be organized by face or place. It took you 4.5 hours to get ready for this photo. The least you can do is spend a few seconds to scan it forever. Photos from the past meet scanner from the future. PhotoScan by Google Photos.
اكيد ريتا لكل محبين الصور هذه الابلكيشن بتساعدهم يمكن ينزلوا صور حلوه قديمه وبنفس الوقت ما ينزعوا الكاليتي. صح وهاي ريزولوشن كمان هذا شيء كثير مهم. هيك نحن بنكون خلصنا فقره ساين ان على امل نكون عملنا راوند اب هيك على كل اخبار مواقع التواصل الاجتماعي ان كان البايت سايد اوف ات مثل ماريتا دائما قالت واكيد تو كيب ذا بالانس ان اور لايفز لانه كمان حلو صح. الواحد يمكن يهتم بامور ما خاصه بس بالسوشيال ميديا ويضل كونكتد على العالم 100% وهاف ا نايس ويكند جامعه فيكم ايمتى التنين التنين بحلقه سبيسيال اكيد لعيد الاستقلال تشاو. على كل حال شادي وريتا مرجع ملتقى فيكم إن كان بفقر الديزاين أو ساين إن كمان وكمان نهار التنين بحلقة سبيسيال بمناسبة عيد الاستقلال عبر صباح لبنان. مشاهدينا متابعين احنا وياكم تابعونا عبر السوشيال ميديا صباح لبنان على تويتر انستغرام وفيسبوك واكيد على الاكونت تبع كل واحد منا. بعد شوي بينضم لالي بعد هالبريك الملحن والموزع الموسيقي عادل العراقي حتى نحكي انا وياه عن مشوار حياه فنيه مستمر بلبنان بنجاح بتألق بجنون بيشبهه على طريقته هو مع ضحك مع فن مع تميز دائما. بريك صغير صباح لبنان بتابع نو زابينج خليكن معنا. مشاهدينا رجعنا لمتابعة صبحيتنا نحن وياكم بختام الحلقة بينضم بروفيسور كريستيان حلو لزميلتنا رنا لحتى يحكوا تاريخ المرة الموضوع اليوم عن مسببات الحرب العالمية الأولى يعني إن شاء الله بس نتذكرها وما بنرجع لا لأسبابها ولا لمفاعيلها يلي يمكن بعدها مستمرة لليوم على كل حال. فخلينا بعيد عن الحروب ونحكي عن حرب من نوع آخر حرب فنية حرب رابحة فنية. وائل كفوري صابر رباعي عاصي الحلاني ملحم زين هيفا وهبي أسماء كبيرة وكتيرة ولائحة بالطول كمان غنوا من ألحانه. ألحان دخلت على كل بيت ألحان هالقد كانت قريبة من القلب هالقد ترددت وهالقد ألحان مش بس عاشت إنما رح تعيش كمان بالذاكرة الموسيقية من جيل لتاني. يمكن الستيل يلي بيلحن فيه الأداء الفني يلي بقدمه هو منفرد فيه صحيح مجنون منفرد ولكن فنان بكل ما للكلمة من معنى. هالشغف يلي عنده إياه لحقه للآخر ترك العراق وإجا على لبنان كان منتج فنياً كان ما عم يبخل أبداً لا على إنتاجه الفني الخاص ولا على مشاركة الفن الحلو مع كل الفنانين يلي تعامل معهم وما زال عم يتعامل معهم. الموسيقار الراحل الكبير ملحم بركات أطلق عليه لقب مجنون ألحان يعني مجنون ألحان يقول عن مجنون ألحان تاني يعني هيدي شهادة كبيرة. على كل حال ضيفي بالستوديو الملحن والموزع الموسيقي والفنان عادل العراقي. أول مرة عم ضم يفكر فيه أول مرة زعلي وبرغي غيبك حلالي هالأغنية اللي شكلت نقلة نوعية بالمسيرة الفنية وطبعت وكانت مفصل لحتى يكون في تعاونات مع كبار من الفنانين بلبنان والعالم العربي رغب علامة والكفوري عدد كبير وكم هي رح نحكي بالتفاصيل رح نحكي معه وعنه بصير نستضيف معي بالستوديو الملحن والموزع الموسيقي الفنان عادل العراقي. عادل صباح الخير. صباح الخير شادي شو أخبارك؟ عن جد خجلت يعني بطلت اعرف شو الملامح اللي تصير انت عم تحكي عني بالطريقه يعني ميرسي عن جد انه بالعكس هيدا لما نكون عم نسمع شيء حلو ويكون فن حقيقي ويكون فن هالقد بيتخطى كل مسافات وحواجز ما فينا الا ما نحكي هيك. على كل حال رح بلش بالعراقي الله بالخير. الله بالخير خلصت هون ما بعرف اقول اكثر من هيك. ما هي هيدي اول ما تقعد يقول لك الله بالخير. صحيح صحيح. عادل مشتاق للعراق؟ والله ما لي زمان كنت بالعراق كنت قبل مشتاق هلا خلص يعني فشيت خلقي راحت كان عندي بعد 17 سنة تقريبا عندي كان ظروف مش قادر اروح على العراق
بس كسرت الحاجز وكسرت هذا الشيء اللي كان عندي يعني مثل شغف انه ارجع اشوف البلد اللي تركته من 20 سنه تقريبا. شو تغير بالعراق؟ 18 سنه. يا ريت يرجع مثل ما كان، يعني يا ريت. انا كنت رايح شوفه العراق اللي تركته، اللي فيه العالم كيف تطعمي العالم، كيف تعطي للعالم، المحبة، الجمعة بالليل كيف يتجمعوا، كانت حياة بسيطة تحس فيها حقيقة، يعني صدق وفا. وهيدي كلمة الوفا يعني هيدي كانت معذبته لله يرحمه أبو مجد. صحيح. كلمة الوفا في عالم لأنه قلة وفا عندها كتير، فهيدا الشيء انقهرت عليه لما رحت على العراق شفته مش موجود. مش يا ريت قال مش موجود، يعني عم بينتهي للأسف. يعني لما كنت بال96 بالعالم الرياضي وكنت لاعب منتخب العراق بالبوكس، كنت بطل بالعام 1996، قديش لما ترجع لهيدي الذكريات، لما ترجع لعادل قبل ما صار عادل اليوم، وشو صرت محقق وشو صرت عامل إنجازات، قديه عندك حنين لهالفترة لعادل لألك أنت حملها؟ ما بتصدق إذا بقلك ما بحن له أبدا؟ لا، لأنه مش أنا كنت يعني كنت مجبور كون هيك، أنا ما كنت أعرف حالي مين. يعني حلو، حي الله إنسان لازم يعرف حاله هو مين. ما في حدا يقدر يعرفك انت مين غير انت، انت تعرف حالك وشو عندك وشو عاطيك الله لتوصله، لانه مستحيل تكون جاي على الدنيا انت بدون سبب. في عندك رسالة او عندك شيء لتوصله للعالم. ما في انسان على الارض اذا ما يكون عنده سبب ليه هو على الارض، اذا ما لقى حاله بيكون هيدا انسان ضايع او بعده مش فاتح عيونه على الدنيا شو عم بيصير. عاد اليوم وصلت لهيدي الهوية يلي انت كنت عم تبحث عنها واليوم تثبتت اكثر؟ بعد عم فتش اكثر، بس عم برضى على حالي، يعني انه شوي شوي عم بلاقي حالي اكثر. بس حلو الانسان عم بقول لك اكثر شيء انه يعني بس يعرف حاله خلص الباقي كله هين يصير. نعم. قديش هذه شرارة لعب دور ايجابي بحياتك عادل؟ خبرني شوي عن اللقاء، عن كيف يحكى بقول انه هذا هو يلي اكتشف عادل، قديش صحيح وقديه انت عندك هيك؟ انا اكيد هذه شرارة هي اول اغنية كانت للفنان وائل كفوري او لغلط، هي كانت توزيع هذه شرارة. وهذه شرارة هو السبب اللي كان انه اتعامل مع وائل كفوري اكيد. هذا فضل ما بنسى انا، لانه اجمالا بالحياة مين بيقدم لك شيء بتكون له شاكر طبعا. فما بننسى مين قدم لنا ومين ما قدم لنا. بس وبعدين هادي شرارة شاف هيدا الشيء، لانه هو فنان ما بيقدر يقشع الفنان الا الفنان. الانسان العادي ما في يقشع الفنان. صحيح. بيحبه بينبسط فيه بس ما بيعرف ليه هو هيك عم بيحبه، ما بيعرف شو عنده كاريزما، ليه شو صارت هالامور هيدي لصار فنان. فهادي كان قاشع هالشيء هيدا، و يعني اكيد بشكره اكيد وقت حال. يعني مش عن يعني هيك، مش عن اذا بدك قلة وعي، الموسيقار ملحم بركات قال انه انت مجنون الحان، قد انت مجنون؟ قد ما شافني وبعده لهلا عم بيشوفني، وبعدني لهلا عم ضوي له كل يوم شمعة، وبعدني لهلا عم صلي له في صلاة لإله بمار الياس، أنا عم صليها كل يوم. هيدي عم وصل، وروحه أكيد بتعرف إنه أنا عم بعمل هيدا الشيء، ومش عم زايد ولا عم بحكي إنه أنا عم بعمل هيدا الشيء لملحم بركات. هيدا ضميري، الفترة اللي عشت فيها مع ملحم بركات هي البسيطة كتير. شو أخذت منه؟ أخذت منه، علمني كتير. الحلو بأبو ماجد، ما بدي أقول كلمة الله يرحمه لأنه صدقني بحسه مسافر رايح، مش وين رايحين نشوفه، يعني رح نرجع نشوفه. لأنه هالطيبة وهالنظافة اللي جوا عنده وهالنية الصافية، ما بعتقد في هلأ بالمجتمع اللي عايشيه بالفن أنه حدا يجي يعلم حدا على سر هو بيعرفه. أبو ماجد كان يقول لي بس تلحن
ضلك شهر ردد اللحن لحتى يتغير كل يوم في شيء، كل يوم في شيء ليركز، في شيء اسمه يركز اللحن. هيدا الشيء من أهم الأشياء اللي تعلمتها من أبو مجد أنا. من أهم الأشياء اللي خلتني شوف اللحن بكذا لون. هذا الواحد بيكون فنان حقيقي وإنسان حقيقي وهالقد واثق لحتى يكون عم يعطي سر أو عم بيسلم سر مهنة. مزبوط. بوقت إنه الوسط هالقد كلنا بنعرف قد إيه الوسط يمكن في نفور في منافسة. صح. وبأغلب الأوقات أوقات غير مشرفة. كنا هلأ عم نحكي إنه كيف الفنان يقشع الفنان، يعني هذه شرارة لما حكي هيك أو شاف هيك أو عمل هيك هو كان قاشع إنه أنا فنان. يعني مش هيك فنان من نوع آخر وهو مخرج، المخرج عمار الطيف، اشعك بعدسته بالكليب يلي انطرح. ألف مبروك أنا ديك. شكرا. مبروك شكرا. الأغنية يلي نزلت من يومين إذا ما نغلطان مبارح كان أول نهار كانت على تلفزيون أغاني أغاني. صحيح. وبدي أكيد وجه تحية للمخرج كميل طانس اللي دعم من قلبه يعني للعمل. صحيح، دائما بكون داعم كميل. على كل حال قبل ما نحكي عن أنا ديك نحكي عن هالأغنية ونبارك لك عليها، رح نشوف الميوزيك فيديو نشوف مقتطفات منه يلا. نرجع نتابع حوارنا عادل إن شاء الله تحبوها. يلا سمع صوت تعرف نحبك موت عمري أنا عطيك يرضيك إني ما أكون معاك تترك قلب مشتاق مشتاق وروح فيك أنا ليك حب صافي قلوب دافي لجافي أنا لي حب صافي قلوب دافي لجافي أنا لي أواواي واي 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 أواواي واي 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 أواواي عنك تراني غريب بالروح أنا أفديك أنا ليك حب صافي. طيب معقول قد حلوة الغنية. ألف مبروك عادل. شكرا. صورت الأغنية بالعراق، عراق وتركيا مشاهد. هو صراحة كان فيديو كليب كتير بسيط، يعني إذا بدك أنا وصلت الأوديو، يعني ما كان بده الأوديو أكتر من هالقد صورة ما بيحمل أكتر من هيك، لأنه ردي كلماتك وألحانك وتوزيعك كافيين كانوا ليوصلوا الأغنية. الكليب إجا يعني هيك دفشة فيجوال بس ليبين مين هالشخص اللي عم بيغني وشخصيتي، يعني الكاركتير تبعولي لبينه أنه أنا هيك، يعني مش عم بتصنع أو عم بخلق عم بقلد، أنا خلقت هيك عم بين هويتي بس ما مش أكتر، ما بدي كتير سيارات ونسوان ومودلز ومثل ما عم مش بحاجة، بدك توصل شيء يوصل بسيط، وديك مش على الهواء وديك تحت الهواء المية المية. لك البساطة شادي ما في أحلى من الفن البسيط. صحيح. كل ما بسطته كل ما وصل للعالم كل ما وصل أسرع أسرع مزبوط. يوصل كل ما فات على القلب أسرع، بس يصير في فلسفة خلص يصير صعب على الطفل الأشخاص مثلا الكبار بالعمر يفهموا شو عم بيصير، بس لما تكون بسيطة بتوصل دلوقتي. صحيح. الواحد لما يشتغل لحاله لإله عادل يعني هون سؤالي قديش أنت
أنانة بين هلالين خليني أقول، عم تعطي الأودوغام أحلى برودكت لإلك أو لا؟ أنت بتعطي لوائل شو بناسب وائل ولإلك بتشوف شو في عقياسك وشو بيلبق لك بتعطي لإلك، كيف بتفكر بالشغل بهي الطريقة؟ شادي صراحة قبل كنت أنا بس أعمل اللحن مثلاً أو بدي أعمل جايد الفنان، بيقولوا لي في فنان بده يسمع مثلاً أو هيك، كنت أعمل هيك. هلا أنا صراحة عم بحكيها بكل تواضع بكل بساطة، يعني ما بقى في أعطي الفنان شو بده هو، شو بدي أنا أعطي للفنان، ما بقى في، يعني وصلت مرحلة عم بينتزع اللحن أو الغنية اللي عم بعطيها عم تنتزع، يعني عم بيكون أنا طالع بروح إنه مبسوط بهاللحن، بيجي بسمعه انتزع. ليه؟ لأنه أنا عملت كرمال الفنان هيك، فأنا قررت إنه بعمل. اليوم أنت عم تعطي أنت روحك بقلب العمل، وبطلب من الفنانين، عم بحكيها وعم بعيدها للمرة الثانية بكل تواضع، بطلب من الفنان كان كلاس اي او كان الشباب الجداد او مين ما كان، اذا هو فنان حقيقي هيدي التصنيفات انا بعيد، يعني هاي تصنيفات يكون جديد ويكون كلاس اي واهم من اي نجم تاني. يعني اليوم على السوشيال ميديا الواحد بيكون ما عامل شيء بيكون عنده 10,000 زليار فولوور، يعني بطلت معادله. هلا مثل ما انا عم بفتح البيج هلا اليوم على الفيسبوك عم بيقولوا لي انه نشتري لك ما نشتري، قلت لهم انا بدي عالم ريل، عالم مزبوط تحبني لحتى اقدر كفي بالحياه، الفيك شو بدي فيهم؟ ما بينفعوني 100%. على كل حال الغناء كانت يعني هيك فاتحه الغناء الى جانب الفارس عاصي الحلاني باغنيه وينك حبيبي. نعم. خبرني شوي عن هالديو. خليني اقول وينك حبيبي كانت نقله لإلي، وهي بطلب من الفنان عاصي الحلاني، اكيد بوجه له تحيه، وصديقي الفنان عاصي الحلاني كتير وكتير بحبه، طلب انه يبقى صوتي، هو كان في جايد ديمو صوتي موجود فيه، فقال لي انت بتغنيها معي بهالمقطع هيدا، فتركته مثل ما هو الجايد، هيدا الصوت ما رجعت عدته انا، و يعني الجايد اللي نلعب باستوديو توني سابا بقى مثل ما هو الصوت، لانه حسيناه حلو على طول، اول احساس بيطلع صادق صحيح، بس بدك انه تقول بدي اعمل هيك بعتقد يصير في شك، لأنه هالقد كانت حلوة رح نرجع شوي لورا ونتذكرها. يلا ما فينا نبلش الويكند بطريقة أحلى من هيك، نبلش نولعها من هلأ، يعني to celebrate the weekend. كتير بحب هالأغنية، روعة 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 الأغنية، عندي في لها أثر بحياتي، روعة الأغنية بتجنن. عادل، شو قصة الستوري بورد يلي بتحكي حكاية بطل بلش بعالم الرياضة، انتقل من العراق وترك العراق وتابع، وهي حكايتك كتبها أنت guideline ستوري بورد أو في سكريبت جدي عم ينكتب؟ صراحة هلا من امبارح بعتقد او قلت امبارح كنا عم نحكي بموضوع، كانت برفيقتي ندى ابراهيم كانت عم تحضر، هي اكيد معنا بالمكتب تشتغل ونشتغل مع بعض، موجودة معنا اكيد، وين ندى؟ وعم نشتغل مع بعض اكيد، كنا على شيء لنوصل للعالم شيء، بعتقد الشيء الحقيقي بيوصل دغري صحيح، فعم بنحضر للقصة انه كيف بلشت وكيف انتهت. فيلم او مسلسل؟ هي كتير كبيره، ما بعرف كيف راح كيف تخلص، ما بعرف كيف راح نوصل هالفكره هيدي، كيف نجسدها باي طريقه، ما بعرف. على كل حال يلي ايمانه بفنه هالقد قوي ويلي ايمانه بمارشربل كمان هالقد قوي، بعرف قد ايه بيعني لك هال ايمانه بالله كتير كبير، وحتى خصصت له ترتيله كمان وترنيمه، ما بنخاف عليه الواحد بمسيرته الفنيه. سؤال اخير وباختصار، في تحضيرات لك او لا؟ يعني الف مبروك الغنيه، ولكن في لك وفي لفنانين اخرين؟ في للفنان عاصي الحلاني، في قال عم حضر للفنان راغب علامه كمان، وفي كتير فنانين عم حضر لهم، بس تقريبا اللي خلصوا بالبوم عاصي الحلاني 3 اغاني، بعد في الرابعه عم نشتغل فيها هلا، وفي هلا نزلت فادي اندراوس جديده، وغدي راح تنزل.
هلا ما اذا نسيت حدا ما يلومني ما فينا نقول ما حدا يلومني لانه سألوني انا مخي مش الي الحق علي انا مخي ملك الله شو بيحط فيه بيحكي مش انا بقرر عادل انبسطنا فيك بصباح لبنان بهذا اللقاء وانا كثير ولو انه فينا نستفيد ونحكي بعد اكثر على امل انه يكون في لقاءات اخرى كمان اكيد وانا بدي من شاشتكم بدي وجه شكر كمان للصديقه ندى عبد النور اللي اهتمت كتير وأكيد لسنتي أسمر وبشكركم على هالصبحية الحلوة اللي عن جد بتريح القلب وحاس حالي قاعد ببيتي وفي شيء كتير مهم بدي أقوله لما عرفت أنه بتلفزيون لبنان في حنين كأنه أنا لبناني قديم ما بعرف ليه بيجيني هالشي هيدا الشعور أنه لما محطة لبنانية تستضيفني أنه بحس انه انا ابن هالبلد هيدا بس لما عرفت يعني لما صرت اليوم بتلفزيون لبنان اول مرة انا حسيت حالي ابنكن عن جد ابن لبنان ابن العراقة يعني هيدي بالذات هيدا التي في بتحس في عراقة في شيء قديم حلو بعده لهلا موجود على كل حال ايام العراق الحلوة يلي كانت عبر التاريخ بتشبه كتير ايام لبنان وانت لبناني بالنسبة لنا على كل حال بالقلب وبالروح وبالحضور عادل عراقي شكرا لوجودك معنا بهالصبحية بتمنى لك ويكند حلو وموفق بكل شيء عم يتحضر هلا قريبا اهلا وسهلا لكم شكرا مشاهدينا منحكي تاريخ بعد البريك مع بروفيسور كريستيان حلو يلي صرنا مننطره من أسبوع على الثاني بطريقته المميزة بحواره الحلو بمعلوماته القيمة التاريخية شو هي مسببات الحرب العالمية الأولى أكيد بطريقة سلسة بطريقة خبرية خلنا نشوف هالحكاية شو بتحمل من خبايا يمكن ما منعرفهم أو ناسينهم بريك وصباح لبنان بالقسم الأخير نو زابينج خليكن معنا متابعين معكم مشاهدينا متابعين برنامج صباح لبنان وصلنا إلى الفقرة الأخيرة اللي رح نحكي فيها بالتاريخ عن الحرب العالمية الأولى مع بروفيسور كريستيان حلو صباح الخير بروفيسور كريستيان كيفك؟ صباح الصباح أهلا كيف يعني اشتاق لك من جمعة لجمعة تسلم لك كمان الله يخليك اليوم حديثنا رح يكون عن الحرب العالمية الأولى مزبط. اليوم رح نبلش نحكي عن الحرب العالمية مزبط. تنوصل بالحلقة الثانية إلى تأثيرات هالحرب على لبنان بالتحديد بما أنه تركيا كمان كانت مشاركة ومنعرف قديش صار في فظايع خلال هالفترة على لبنانيين كمان فخلينا نبدأ نحكي عن الحرب العالمية الأولى شو اللي سبب شو اللي خلينا نوصل ليصير في حرب بين هالدول الأوروبية بدك طولي بالي غلي شوية لأن أسباب الحرب العالمية الأولى عديدة جدا بدي جرب أوجزها بشوية وقت نعم الحرب العالمية الأولى من أهم الأحداث اللي شهدها التاريخ البشري يعني من يعني وأول حدث من نوعه لأنه كانت نتيجتها مثل ما الناس بتعرف 10 ملايين قتيل وهي شغلة البشرية بعد ما كانت شرفتها وأثرت كتير على العالم وليه السبب مثل كل حدث كبير بهالدنيا مش أنه إجا هيك مرة كبسة زر لا نعم. في تراكمات إجت مع الأيام بالنتيجة أدت إلى التفجير الكبير نعم عفوا الحرب العالمية الأولى مثل كل الأحداث التاريخية أنه ما في أحداث تاريخية بجاية من المريخ يعني تبقى كلها معلقة ببعضها وبالتالي كل حدث يبقى بالوقت ذاته سبب لحدث آخر ونتيجة كمان لحدث آخر هلا بس ولكن بمحل معين الحرب العالمية الأولى فينا نعتبر أنه بتبدأ مع الثورة الصناعية اللي صارت بإنجلترا ابتداء من القرن 18 آخره يعني بهالفترة الاقتصادات بدأت تتحول من اقتصادات مبنية على الزراعة إلى اقتصادات مبنية على الصناعة مش أنه ما كان في صناعة الصناعة كانت موجودة لكن كانت صناعة حرفية من 10,000 سنة قبل المسيح كانت اقتصادات العالم كلها مبنية على الزراعة نعم دونك صارت الثورة الصناعية وتطورت أنا مش أدخل بأسباب أقصى طويلة عريضة المهم أنه صارت الثورة الصناعية بإنجلترا يعني بلشت تتحول الاقتصاديات للصناعة وبعدين انتشرت بكل دول أوروبا يعني هالصناعة مثل كل شيء داير هذا البيئة مثل ما بيقولوا تبع التجارة والصناعة نعم. إذا ما بعنا عم ننتج لشو دونك صاروا ينتجوا شباب من كل أنواع الإنتاج الصناعي وبالتالي وصل لوقت أوروبا ما عادت تستوعب هالإنتاج ركض براسهم انه طب ليش ما نطلع برات أوروبا نعم وساعتها بلش الشيء اللي بنسميه الاستعمار
الكولونيزاسيون، انه الشباب ركبت براسهم انه هيك هيك بدنا نروح لبرا بنحتلهم وبنستغلهم وبناخذ من عندهم مواد اوليه وبالوقت ذاته بنبيعهم بضاعتنا. نعم. ولهالسبب دونك 1830 بلشوا الفرنسوية يعملوا انزال بالجزائر وكرت المسبحه كل دول اوروبا، القاره الافريقيه كلها سوا. نعم. 32 مليون كيلومتر مربع كلها احتلت من قبل الدول الاوروبيه باساس دولتين. هلا مش هل الاستعمار هذا اللي بالنتيجه شمل افريقيا وغير افريقيا من الدول شو رح بيكون تاثيره؟ الدول الاوروبيه اللي باساسها في خلافات بين بعضها، يعني هالخلافات رح تنتقل الى المناطق يلي هي رح تحتلها بالعالم. نعم. ولكن كمان بالوقت ذاته هالشي رح بيوسع امكانياتها، لانه رح بتبيع وتجيب مواد اوليه ببلاش، دونك امكانياتها الماديه رح تقوى، وامكانياتها الماديه رح تؤدي امكانياتها الصناعيه من حيث التقنيات ومن حيث العسكر ما ننسى، لانه بالنتيجه القضايا العسكريه والسلاح بيجي من وراء الصناعه، دونك كله هذا عم بيقوى وعم بيكبر. يعني الشباب باوروبا صاروا كلهم عم بيتطوروا وعم بيغتنوا وسلاحهم عم بيقوى وصار عندهم ترسانات، ولكن كانوا خايفين من بعضهم انه اذا شو بنعمل اذا ممكن كتير فلان ما بنعرف على المزبوط شو بيقدر يعمل معنا الى اخره. دونك صار في اذا بدك بالعالم نوع من توازن رعب، يعني هالدول الكبرى صارت ناطره بعضها. نعم. تتلاقي حل لهالمأزق اذا بدك، يعني انه قاعدين ناطرين بعضهم فتره طويله تو بعدين بتقوم التحالفات. يعني مثل ما بنعرف الناس ما بتعرف ما بعرف الفرنسوية بلشنا بثورة صناعية استعمار وصلنا إلى التحالفات، التوازن الرعب، تطور التقنيات إن كان على الصعيد التقني فقط الحصري أو على الصعيد الإمكانيات المادية. نعم. وبالتالي دونك توازن رعب، توازن رعب رح بيؤدي إلى بروز تحالفات نوعا ما بيعتبروا أنه من ساعة بعضنا بنقوى مع بعض أحسن ما نواجه بطريقة إفرادية. صار في حلف بين فرنسا وانجلترا وروسيا، صار في حلف بين المانيا والنمسا وايطاليا. نعم. هذا قبل الحرب. هلا الايطاليين بعدين رح بيجوا بيتركوا الحلف بينضموا الى الحلف الفرنسي والانجليزي، بس هذا غير اسباب. هلا تركيا يلي نحن كنا تحت حكمه تركيا رح تمشي بالحرب الاولى مع المانيا، وهذه شغله ان الله راد نرجع نفصلها مره الجايه والله نحكي عن وضع لبنان، لانه لبنان عانى كثير من هالوضع. لا، لانه الاتراك اللي كنا نحن تحت حكمهم كان كل همهم يحاربوا الانجليز بالسويس، يعني دونك هيدي شغله يعني جمال باشا وقت اللي بفظع من اهم اسباب تفظيعه باللبنانيه هي فشل حملتين متتاليتين على السويس ضد الانجليز. نعم. فاذا دونك الوضع العام يعني الناس بتعرف انه الحرب العالميه الاولى اشتعلت من وراء قتل ولي عهد النمسا فرانسوا فرديناند بحزيران 14، ولكن هيدي الشراره يعني كان بدل بينما هي شغلة طويلة عريضة. هل ليش ليش تعتبر تعتبر الحادثة المؤسفة بدء الحرب؟ لأنه نظرا للتحالفات اللي عم بحكي عنها، وقت اللي قتل ولي عهد النمسا اتهم بمقتله أحد الأشخاص اللي من أصول صربية، وبالتالي كانوا تحت الاحتلال النمساوي. نعم. الصرب كانوا متحالفين هن كمجموعة مع الروس. نعم. صبحوا الروس يدفشوا بالنمساوية، ولو هدي تحت سيطرتكم الزلمة يقتل عنكم ولو ما بتعملوا شيء، بقيوا يدفشوا الروس دفشون يعني على السلاح باردون اكسكيوزيمون مش الروس، الألمان بقيوا. نعم. الألمان يدفشوا النمساوية تخيعملوا شيء ولو لجي التحقيق بالآخر صبحت انه في عسكر مثل ما هو فات على المنطقة مش انت حقق بمقتل ولي العهد. دخول ألمانيا على الخط خلى اللي مقبينهم يعني الفرنسوية والإنجليز كمان يدخلوا على الخط واشتعلت الحرب. هلأ ليش الألمان هوني القصة، ليش الألمان بقيوا يدفشوا بالنمساوية مشان تا يدخلوا على الشغلة؟ لأنه الألمان اعتبروا أنه بلحظة من اللحظات، وهذه لحظات تاريخية دائما تصير بالتاريخ. نعم. يعني أنه قادرين وحدهم إذا كان بلشت الحرب هني يربحوها. نظرا لدرس الامكانيات اللي كانت عندهم على الصعيد التقني وعلى الصعيد المالي والى اخره والاقتصادي، اعتبروا انه اذا فتحنا حرب نحن قادرين نربحها. والعسكري ما بالك، والعسكري بطبيعه الحال وقت بقول تقني مالي بالتالي عسكري، دونك بيقدروا وعملوا حساباتهم انه الحرب
خططوا له يعني ابو انه 6 جماع لازم نكون منهيين. طولت اكثر من هيك بكثير الشغله. طولت اكثر من 6 جماع والنتيجه جرت والحرب بقت 4-5 سنين. يعني الالمان ما قدروا حققوا هالهدف اللي كانوا حاطينه. نعم. هيدي بالمطلع يعني وبايجاز شديد يعني الاسباب العديده او قسم الكبير منها يلي ادت الى لما اشتعلت الحرب انقسموا الى مجموعتين من الدول. كيف كانوا المجموعات اصلا؟ عندك بالاول الفرنسويه والانجليز والروس. نعم. هذا اللي بيسموه الحلف الثلاثي. الثلاثي. وعندك من ناحيه تانية الالمان والنمساويه والتليان. بس ما شاركوا. التليان بقيوا اصلا تريثوا لانه كان دخولهم للحرب له علاقه ببعض الاراضي اللي اليوم موجوده بيوغوسلافيا السابقه على البحر الادرياتيكي. كانوا بيطالبوا فيها. نعم. انه في حال النمسا بتخسر انه نحن لسبب تريسوا أخذوا وقتهم بقيوا لشهر نيسان 15 تدخلوا الحرب ولكن إلى جانب الحلفاء مش إلى جانب المحور يعني ألمانيا والنمسا. هلأ الأتراك اللي نحن كنا تحت سيطرتهم دخلوا الحرب بتشرين يعني بعد شهرين من دخولها بس إلى جانب الألمان. ليش إلى جانب الألمان مش إلى جانب هوديك؟ لأنه الأتراك كانوا يعتبروا وهذا واقع أنه الدول الأوروبية يعني فرنسا إنجلترا روسيا كان لهم أطماع بأراضي تركية وهذه برهنوها بالاستعمار اللي هلبنا عم نحكي عنه. سلخوا كل أفريقيا الشمالية عن الحكم التركي عدا عن أنه الروس كل عمره وهذه اليوم بعد ولا تزال هالاستيمات الروسية بالسيطرة على المنطقة أنه روسيا من دير مدار منها بالشتوية بحارة كلها بتجلد يعني ما عندها منفذ غير من هون يعني من البحر الأسود. نعم. الى البحر إيجي والى البحر المتوسط. دونك كل عمره هيدي شغله استراتيجيه اساسيه بالنسبه للروس. دونك روسيا ودول اوروبا الغربيه لهم مطامع مباشره بتركيا وخصوصا من بعد حفر قناه السويس. نعم. يعني الالمان فضلوا الاتراك برضو فضلوا يتحالفوا على الالمان لان المانيا دوله اكيد كبيره بهذيك الايام كانت اكبر من اليوم ولكن منطقه نفوذها بالشمال يعني بشمال اوروبا مش هون بالمتوسط يعني. نعم. عندها وبتعتبر بيعتبروا الألمان انه هولي ما عندهم اطماع فينا مباشره دولة كبرى بس ما عندهم اطماع فينا لهسبب توثقت كثير العلاقات بين مع المانيا من اواخر القرن التاسع عشر ووصولا للعشرين وصبحوا مثلا كل اكثر الضباط الالمان يروحوا يخصصون باكاديميات العسكريه ببرلين. دونك نعم. عاد عندهم الألمان اكيد استفادوا يعني مثلا عملوا مشروع هذا البغداد بان يعني مشروع سكة حديد اللي هلا من فترة إذا انتبهتوا الإسرائيلي اسم الله حولهم عم بيرجعوا يمشوا هذا كان يجي الخط من برلين لبغداد وله تفرعات وبالتالي يوصل لأراضي المقدسة بالسعودية. هذا الخط كان مهم كتير والألمان استفادوا منه. نعم. على صعيد الاقتصادي. نعم. وحتى إذا فينا نقول كمان ثقافيا الألمان مثلا معابد بعلبك يعني منطقة بعلبك الأثرية بلشوا ينقبوا فيها على أثر زيارة الأمبراطور غاليوم الثاني إلى لبنان وإلى الشرق كانت سنة 1898 هو اللي بلش هو اللي أعطى الأمر بالبدء بالحفريات وأهم الدراسات بعد اليوم اللي بعدنا نشتغل فيها عن بعلبك هي من وراء ألمان اشتغلوا وقتها ببعلبك بقرار من الامبراطور الالماني. نعم. تطبيقا لهالاتفاق اللي صار بينهم وبين الاتراك. نعم. بروفيسور باختصار اذا بدنا هيك نرجع نعمل جوله على الحرب بما انه الالمان كانوا متوقعين انه هن بست اشهر ست جماع عفوا بست جماع بينهوا الحرب شو اللي ما كانوا حاسبينه هيك باختصار اللي ما كانوا حاسبينه عمليه عسكريه قاموا فيها الفرنسويه. نعم. كانوا على اساس انه بيفوتوا على فرنسا من الشمال يعني من الغرب ومن الشمال بعملية مثل هيك برمة وبيحتلوا باريس. نعم. ويحتل باريس بالنتيجة بيكونوا أنهوا الحرب الـ الـ يعني فرنسا وبالتالي حليفتها الإنجلترا الروس بالبيت. دونك سو كيف اللي صار أنه هالبرمة اللي عملوها الألمان خلقت عند الفرنسوية نوع من إذا بدك سيرسو نوع من انتفاضة معينة. أعطوا الأوامر لضرب الجيش الألماني اللي كان قاطع وبين إذا بدك الفلان تبعه يعني جنبه للجيش الفرنسي الجيش الفرنسي بحالة معي فات فيه يعني كسروا
وساعتها هيدي كانت أدت إلى وقف الهجمة الألمانية وإلى خلق حرب الخنادق يعني اللي بقيت 4 سنين يعني من الحدود الفرنسية البلجيكية بالشمال لحدود ألمانيا يعني هالخنادق انحفرت وأصبحوا الجيشين مقابل بعضهم قضوها 4 سنين أو 7 سنين هذا ياخذوا له مترين من هون هذا ياخذ له مترين من هون يعني الأمريكان هن يلي بدخولهم الحرب بسنة 18 يلي رح تقلهم رح يخلوا اللي جبها مش تنكسر عن جديد ولكن تلتوي تتراجع تراجعوا بآخر الحرب ولكن من هذا هو المفهوم العسكري وهذه رح تخلق مشكل كبير عند الألمان فيما بعد لأنه اعتبروا أنه نوعا ما انضربوا بتلاقوا الخنجر بالظهر ما انهزموا على الصعيد العسكري. على كل حال بروفيسور رح نرجع نكفي حديثنا عن الحرب العالميه الاولى ورح نرجع نضطر اكثر الى لبنان وتاثيراتها على لبنان بحلقتنا الاسبوع الجاي. انا بشكرك وبتمنى لك ويك اند حلو. وانا بشكركم. ثانك يو. شكرا لك. مشاهدينا لهون بيكون خلص لقائنا معكم. نحن بنتمنى لكم ويك اند حلو وبنرجع بنشوفكم بحلقات مقبله. دائما موعدنا الساعه 9 بصباح لبنان. الى اللقاء. صباح لبنان.